السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير جميعا. باشمهندس خالد عبد الكريم، لو سمحت إذا كان في إمكانية تكتب لي في التشاتينج عشان أعرف الأكاونت. السلام عليكم، باشمهندس خالد عبد الكريم، مهندس محمد أشرف. صوت يا باشمهندس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا باشمهندس عبد الرحمن؟ أهلا وسهلا بك أستاذي، كيف حالك؟ كيف الحال؟ طمنا عنك. الله يبارك فيك، ربي يكرمك إن شاء الله. الله يكرمك، ربنا يعزك يا رب. يا ريت لو حضرتك تخليني كو هوست مع حضرتك. أي نعم، بس أنا بس حبيت نعرف اليوزر نيم اللي أنت داخل بيه عشان نخليك. أنت داخل بخالد أحمد، نعم. خالد احمد مصطفى. تمام. وحالا هيكون معانا المهندس رامي المحاضر ان شاء الله. إن شاء الله. مهندس خالد. اهلا بيك باشمهندس محمود، اهلا بحضرتك. خلاص يا باشمهندس رامي، تمام باشمهندس خالد، انت الان كو هوست ان شاء الله. سامعني باشمهندس خالد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير جميعا. نرحب بجميع الأخوة الحضور، ونحن في انتظار السيد المهندس خالد عبد الكريم ينسق مع المحاضر في دقائق معدودة. إن شاء الله نبدأ المحاضرة إن شاء الله. باشمهندس عبد الرحمن، لو تكرمت فعلينا المايك عند المهندس رامي. اوكي هعمل. باشمهندس رامي سمعنا دلوقتي كويس؟ تمام. باشمهندس رامي انت في مشكلة عندك في المايك، انا مش سامعك. انا بس هو يفعل المايك من عنده، بس اظن مفعله. هو داخل باليوزر نيم، شايف انت الان امامك. انجل رامي السباعي. هو انت حضرتك الان اخي عبد خالد، انت الان الكو هوست، يعني تقدر تعمل اكتيفيت المايك او اسك تو ان ميوت من عندك يعني. طيب
لا، لان انا مش شايف انجرامي. طب باشمهندس رامي، اعمل رايز اب كده. لحظة يا باشمهندس، لحظة. اتفضل اتفضل. باشمهندس رامي، اذا كانك سمعني، لو سمحت تتكرم وتعمل رايز هاند. باشمهندس رامي، ايوه باشمهندس خالد، باشمهندس خالد، باشمهندس خالد سامعني؟ السلام عليكم ورحمة الله. باشمهندس خالد عبد الكريم، كانك سامعني؟ إذا كنت سامعني، مش عارف، أنت عامل ميوت. مش عارف يا باشمهندس عبد الرحمن، انا سامعك بس كنت عند المهندس رامي بس في ال عذرا عذرا، نعم. طيب الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة ايوه الله. كده تمام، كده ممتاز، طيب تمام كده المهندس رامي معانا يا باشمهندس. ايوه، السلام عليكم، ازيك يا باشمهندسين؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا هعمل الآن كو انا هوست. عايز اعمل بتاعك عامل ازاي؟ نعم، ايه؟ ايوه الآن أنت كو هوست باشمهندس رامي، تفضل. انا كده، حد سامعني يا جماعة؟ تمام، سامعينك ممتاز باشمهندس. طيب تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي ايه ان شاء الله؟ هنعرف ما يخص شبكتين المياه والصرف الصحي. في زي توضيح صغير كده هنبتدي نتكلم بيه ان شاء الله. ممكن لو تكرمت حضرتك باشمهندس رامي تعمل شير للسكرين من عندك البرزنتيشن. حاضر، كده تمام يا جماعة، الشاشة عند الكل. تمام، طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي نتكلم إن شاء الله على شبكة الصرف الصحي. برزنتيشن صغير كده هيوضح فيه ايه ان شاء الله محتوى الكورس، او ما يخص الصرف الصحي او المية.
هبتدي. احنا عندنا هنا في ان شاء الله ما يخص الصرف الصحي، ودي الميه والهامر دي ان شاء الله حاجه لاحقه هنتكلم فيها، ما يخص خطوط النقل وما الى ذلك. لو هنبتدي ان شاء الله بشبكه الصرف الصحي كده. شايفين الشاشه معايا يا جماعه كلنا؟ تمام، حضرتك تفضل يا باشمهندس. ايوه، ده كده شكل تعريفي. تمام يا هندسة، تمام. الصوت طيب يا فندم، ماشي يا باشمهندس. ده يعني زي شكل كده يعني عام لشبكة الصرف الصحي اللي موجود، عبارة عن خطوط كده زي ما انتم شايفين، بايبات والمنهولات اللي بين الخطوط. ده برضو شكل عام توضيحي بيوضح محتوى ببساطة. انت كل اللي يهمك في شبكة الصرف الصحي او المية ايه المحتوى. فهمت المحتوى اللي جوه الشبكة، تقدر بعد كده تعرف ايه الناقص وايه اللي ليك وايه اللي عليك وايه اللي هتدخله وايه المخرجات اللي هتطلع من الشبكه بعد ما تخلصها. ببساطه كده التوضيح اللي هنقوله النهارده كده بيضم كل حاجه ممكن تشتغل بيها في الصرف الصحي، بحيث ان انت تقدر تشتغل من اصغر شبكه صرف صحي لاكبر شبكه صرف صحي من غير ما تحس ان الموضوع كبير او الموضوع فيه مشكله يعني. انت شبكه الصرف الصحي عباره عن ايه؟ بايبات، خطوط بيربط بينهم منهولات اللي هي المطابق بيسموها، في الخليج بيسموها منهولات او مطابق، وهنا في مصر برضو بيسموها المطابق ومان هولز بالانجلش. ما فيش اكتر من البيبات بتربط بينهم المنهولات، وفي الاخر كل الشبكه دي كلها تخرج على حاجه ما يساوي الاوتلت. الاوتلت ده ممكن يكون محطه رفع، ممكن يكون مخرج، ممكن يكون اي شيء بتخرج منه ميه الصرف الصحي. لو هي خارجه بغرض المعالجه هتخرج على محطة رفع، ومحطة الرفع دي هترفع بخط اسمه خط نائل يروح لمحطة معالجة. دلوقتي ببساطة مش هنتكلم في أكتر من الشبكة، محتوى الشبكة اللي احنا عايزين نصممها. خطوط، بايبات، منهولات تربط بينهم، وأوتلت المية اللي خارجة منها. الشكل ده بالظبط زي ما احنا شايفينه كده، ده بيتمثل على البرنامج هو اللي طبعا كلنا نسمع عنه، السيور كاد أو ما يسمى السيور جيبس. طبعا لو حد ايه في حد هيبص كده لك حاجه زي بوستر. بوستر دي مجرد توضيحه ان انت ممكن تحتاجها في شبكات او ما تحتاجهاش. البوستر دي مجرد ان انت لو انت محكوم بعمق معين داخل شبكه الصرف الصحي، مثلا هو طالب في شبكه الصرف الصحي دي ان الاعماق ما تزيدش عن 5 متر، 6 متر، 10 متر، لاسباب اقتصاديه وعشان الارض وعشان سهوله التنفيذ وما الى ذلك. فانت بتضطر تحط في نص الشبكه ما يسمى بوستر عشان يرفع المناسيب. طبعا انا بكلمك كلام عام، مش لازم كل اللي تسمعه دلوقتي تستوعبه. كل اللي عايزه منك انك تفهم محتوى الشبكه. بايبات، منهولات بتربط بينهم، اوتلت خارج من الشبكه بعد ما تصممها، بوستر لرفع الاعماق من عمق اقل لعمق اكبر، اكتر من كده. شوية الأحمر والأخضر والألوان اللي موجودة دي مجرد إن أنت استخدامات ما يسمى استخدامات الأراضي. يعني مثلا لو الشبكة دي أكيد هيكون فيها جزء سكني، جوجل سيرفايس خدمات عامة، ريزنشال ده اللي هو لو سكني، منطقة سكنية جوه الشبكة، منطقة تجارية، كوميرسيال، اندستريال، صناعي، اللي هي ما يخص الترفيه. يعني بيقول لك ان الشبكه دي فيها جزء سكني وجزء ترفيهي وجزء تجاري وجزء صناعي وكده. ده برضه هنتكلم عليه فيما بعد يعني ان شاء الله. كل اللي يهمنا شكل الشبكه. شبكه الصرف الصحي او الميه كلها بتدور حوالين الخمس حاجات اللي احنا شايفينهم دول. انت الاول عندك يعني ايه عارف يعني ايه بتصمم؟ بتصمم يعني عندك شويه مدخلات بتدخلهم، بعد ما تدخلهم بشكل كامل. سامعيني كويس يا باشمهندسين؟ سامعينك يا باشمهندس واصل. تمام تمام يا باشمهندس. بعد اذنك عفوا عن المقاطعه يا باشمهندس، اتفضل. الاخوه الاداره الفنيه في بيم اريبيا يمكنكم التسجيل يعني من عندكم، يعني لو سمحتوا لو تكرمتوا سجلوا المحاضره من عندكم، الله يبارك فيكم. بتسجل يا باشمهندس خالد المحاضرة مظبوط؟ ما هو هندسه عن حضرتك عاملين سجل يا حسابنا فندم، انا محدش بيقول علينا. بسجل انا كمان بتسجل سجلت بتسجل عندي. تمام، بتسجل آسف على زي الفل. المقاطعة يا باشمهندس، شكرا. لا لا مفيش مشكلة.
طول ما انت خلاص انت كده عارف الدنيا هتمشي ازاي من الاول لاخر. انت دايما بتبتدي التصميم وتنتهي التصميم جوه الخمس حاجات اللي احنا شايفينهم على الشاشه دول. انت دلوقتي بتصمم، يعني بتدخل مدخلات وبعدين تبص على المدخلات شكلها كويس، في حاجه ناقصاها، البرنامج نفسه بيقول لك اذا كان في حاجه ناقصه او حاجه زايده، او انت او الحل بتاعك مش كامل. في شويه ادوات تصميم انت جوه البرنامج نفسه بتستخدمها عشان تصمم. بعد ما تصمم بتعمل حاجه اسمها اناليسز او كوميوت او ران حسب الفيرجن البرنامج اللي انت بتشتغل بيه، بيطلع لك نتائج. النتائج دي بتعمل عليها تحقق، التحقق ده اللي عندك حسب معايير التصميم اللي انت بتصمم بيها. ان شاء الله في الكورس بتاعنا ده انت هتخرج منه لامم بمعظم معايير التصميم اللي في البلاد العربية واللي خارج البلاد العربية، سواء في مصر او الخليج او حتى الدول الاوروبية. ببساطة معايير التصميم كلها قريبة من بعضها، تختلف بس في رينج معين. يعني مثلا زي ما يقول لك الرينج ده من نص لواحد، في هنا في مصر يقول لك نص، في السعوديه مثلا او في الخليج او في العراق او اي دوله خارجيه ايا كانت يقول لك 0.6، بره ممكن يزيد شويه 0.7. يعني الموضوع كله قريب من بعضه، يعني محدش يقلق من ان في اكواد مختلفه، او انا هشتغل بالكود الفلاني بالكود الانجليزي او اشتو او بالكود المصري او بالكود حتى السعودي او ايا كان كود في العالم، كلها اكواد. الميزه في شبكات المياه والصرف ان ارقام الاكواد والمعايير اللي مشتغل بيها كلها قريبه من بعض، فما تبقاش يعني قلقان ان انت هتحل غلط او هتحل بكود معين هيخالف الكود الاولاني، لا، كلها اكواد كلها بتلف حوالين ارقام قريبه كلها من بعض. تمام. يبقى انت بعد ما نتحقق حسب المعايير التصميم او الاكواد اللي احنا قلنا عليها من شويه، بتحول التصميم ده ببساطه شديده لشكل كامل. بتخلص، بتخلص مجرد ما خلصت من البرنامج وصممت وعملت تشيك البرنامج بتاعك وتحققت انها موافقه للمعايير التصميم اللي انت بتشتغل تابع ليها او حسب المكان اللي انت بتشتغل فيه، بتحولها بشكل يعني بسيط لشكل كاد او فايل كاد، تقدر بقى تشتغل عليه وتطلع مخرج نهائي. ان شاء الله الموضوع ده في مرحله لاحقه في كورس ادفانسد. يعني قلنا من شويه التصميم هو عمليه ابتكار او جمع معلومات. انت بتجمع معلومات، كل المعلومات المتاحه ليك انت بتجمعها وتقدر تحطها في الشبكه. المعلومات دي ما يخص الشبكه موجوده فين، الكثافه السكانيه اللي انت هتصمم عليها الشبكه، الاقطار اللي انت هتصمم بيها، معايير التصميم اللي انت هتصمم بيها، دي كلها داخله تحت مفهوم التصميم اللي انت بتبتدي تشتغل فيها. عفوا، هنا دي شبكة الصرف الصحي. في بقى حاجة مهمة إن شاء الله كده، إيه؟ أنت هقول لك إزاي تفكر أو منهجية تفكيرك في إنك تشبك تصمم الصرف الصحي. أنت مش قبل ما تخش على برنامج أصلاً بيبقى في حاجة اسمها ما يخص إيه؟ ما تسمى الماستر بلان أو المخطط الإرشادي للمدينة اللي أنت بتشتغل عليها. بمعنى انت الموضوع بسيط على فكره، الموضوع ما فيش ابسط منه. الموضوع ان انت بتفكر فيه في الاول، وبعدين اول ما تفكر وتوصل لطريقه تفكير بتنفذ على طول. المخطط الارشادي اللي انا بتكلم عليه او الماستر بلان ده بيتكلم عن المدينه بالكامل. يعني مثلا الشبكه دي واقعه في الجزء الجنوبي من المدينه، انت في عندك مخطط ارشادي المفروض ان هو بيبقى جاهز انت بتستلمه قبل ما تشتغل، او بتسال عليه قبل ما تشتغل في اي حته انت بتشتغل فيها وتقول عايز الماستر بلان. الماستر بلان ده عباره عن سمحت باشمهندس، لو سمحت باشمهندس اعمل ان ميوت من عندك لنفسك. ايوه كده سامعني؟ تمام باشمهندس، اتفضل. زي ما قلنا الماستر بلان ده او المخطط الارشادي ما هو الا توضيح للشبكات القائمه والمقترحه اللي موجوده في المدينه او في البلد او المحافظه اللي انت ان شاء الله يعني هتصمم فيها الشبكه محل الدراسه. موجود فيها الشبكات القائمه، موجود فيها محطات الرفع، موجود فيها محطات المعالجه. اللي مش عارف محطات رفع يعني ايه، محطات الرفع دي اللي هي بترفع الميه اللي خارجه من الشبكه اللي اتصممت، بترفعها عن طريق خط اسمه خط نائل. خط النائل ده بيتنقل فيه الميه من محطه الرفع لمحطه المعالجه. محطه المعالجه دي اللي هي اخر مرحله في شبكه الصرف الصحي. محطه المعالجه دي بيخرج منها الميه
بعد المعالجه بتستخدم بقى للزراعه، تستخدم ما تستخدمش خالص، تنزل البحر، ايا كان الغرض اللي بتستخدمها من عشانه يعني. فالماستر بلان ده بتسال عليه الاول، تشوف الشبكه بتاعتك واقعه فين؟ وقع على شبكه قائمه، وقع جنب محطه رفع، مكانها فين، وكثافه السكان اللي موجوده فيها الشبكه، محل الدراسه موجوده فين، عشان تقدر تشتغل. لان انت مجرد ما عرفت الشبكه دي مكانها فين، تقدر تعرف هي الشبكه دي مجاوره لشبكه قائمه، بمعنى ان انت هتربط على الشبكه القائمه الشبكه بتاعتك دي، ولا الشبكه بتاعتك دي شبكه منفصله مش هتحتاج انك تربط عليها، هتخرجها بس على اوتلت اللي احنا قلنا عليه في الاول. لو رجعنا تاني بالاول كده، لو هتخرجها بس على الاوتلت وتسكت، يعني دي الشبكه بتاعتنا اللي احنا اتكلمنا عليها، محتوى الشبكه بالكامل، كل الشبكات بتدور حوالين ده، ما بتخرجش يعني الشكل اللي احنا شايفينه ده. فانت الماستر بلان بيبين لك اذا كانت الشبكه دي هتخرج لاوتلت، ولا الشبكه دي هتربط على شبكه تانيه قائمه. تمام؟ بعد ما نعرف المخطط الارشاد ونعرف الشبكه بتاعتنا موقفها ايه من الماستر بلان او المخطط الارشاد اللي احنا اتكلمنا عليه. استاذنك يا باشمهندس، استاذنك في حاجه. اتفضل يا فندم. معلش اوضح بس للناس، احنا في اخر المحاضره بننزل لينك يا جماعه لتسجيل اسمائكم عشان الشهادات، شهادات بحضور المحاضره دي مقدمه من بيما ريبيا. فيا ريت الناس تفضل معانا لاخر المحاضره عشان تشوف لينك التسجيل ده وتسجل معانا عشان الشهاده. اتفضل يا باشمهندس رامي، اسف المقاطعه. لا تمام، مفيش مشكله. انتوا كده يا جماعه وصلنا ان احنا عرفنا موقف او مكان الشبكه بتاعتنا اللي احنا بنصممها من المخطط الارشادي، اللي هو بيوضح مكان المخطط بتاعنا فين، واذا كنا هنربط على شبكه مجاوره قائمه، ولا هنخرج بيها على اوتلت لحاله لوحده من غير ما نحتاج ان احنا نربطه. بعد كده بنصمم الشبكات الداخليه للاحياء، يعني انت بتصمم الشبكه الداخليه اللي جوه الماستر بلان ده المطلوب منك. طبعا انت مش بتصممها شبكه شبكه، مش كل الشبكات مره واحده. واحنا بنصمم دايما بناخد في الاعتبار ميول الارض. احنا عارفين الاختلاف الجوهري اللي بين شبكات الصرف الصحي وشبكات الميه. شبكات الصرف الصحي دي بتبقى ماشيه اندر جرافيتي، بمعنى انها بتعتمد على الجاذبيه الارضيه. انت دايما بتشتغل على وانت بتصمم شبكات الصرف الصحي وعينك على اعلى نقطه واوطى نقطه في الارض اللي انت بتصممها، بمعنى ان انت لما تيجي تصمم هتصمم من اعلى نقطه، اعلى نقطه عندك عارف انها في المكان الفلاني، واوطى نقطه عندك عارف انها في المكان الفلاني. يبقى وانت بتصمم، لو جينا بصينا كده، ده عشان اوضح توضيحها شويه كده، شويه ببساطه يعني، عندك ده طريقه التفكير. انت عندك ما يسمى الخريطه الكنتوريه، او الخريطه اللي بتوضح مناسيب الارض اللي عندك اللي بتصمم عليها. الخريطه الكنتوريه دي بتبقى عباره عن مناسيب الارض بتشتغل عليها، وبيعبر عنها بشويه خطوط زي اللي احنا شايفينها دي كده. دي كده مناسيب، المنسوب 506 ده وماشي فيه الخط، معنى كده ان ده كله المنسوب فيه 506. منسوب، مجرد منسوب. وهنا 504 وهنا 502. الشكل الكونتوري ده البسيط بيوضح لنا ان الارض ماشيه من فوق كده ماشيه لتحت. معنى كده ايه؟ خلاص احنا كده مجرد ما عرفنا المناسيب ماشيه من فوق لتحت او في الاتجاه من فوق لتحت، معنى كده ان الشبكه كلها ماشيه من هنا ورايحه الناحيه دي. وده كده هيكون مكان الاوتلت بتاعنا اللي احنا برضو لسه قلناه في الاول خالص، اللي هو ده. بمعنى الشبكه كلها، لو جينا قلنا للشبكه دي كده، لما جه المصمم يصممها، عارف ان الارض ماشيه من الشمال لليمين، من اليسار كده لليمين كده، عشان تحدف على الاوتلت هيكون المخرج بتاعها الاوتلت اللي احنا شايفينه. دي طريقه تفكير لازم نراعيها واحنا بنشتغل، ان الارض رايحه فين، وان الارض فين من الماستر بلان او الخطط الارشادي اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه. هو كده لما يجي يصمم الشبكه كده، صمم الخط ده، ده مجرد تصميم بس، نموذج بسيط يعني، طبعا دي مش شبكه كامله. ان هو صمم الخط ده واقع من الاتجاه ده للاتجاه ده، وابتدى يصمم الشبكه. وده شكل الماستر بلان اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه. هو شكل مش واضح، بس هو احنا عايزين كل اللي عايزين نخرج منه ان دي شبكه ودي شبكه ودي شبكات، كل اللي الاخضر ده شبكات، واللي بينهم ده خطوط نقله، ودي محطات رفع. محطات الرفع بتنقل الميه عن طريق الخط اسمه خط النقل ده من الشبكه دي للشبكه دي وهكذا. والشبكات دي كلها بتجمع على حاجه اسمها محطه معالجه اللي هي اللي فوق دي. ده شكل الماستر بلان، ده بس توضيح كده الماستر بلان اللي احنا عايزينه. بمعنى مثلا هو لو طلب مننا نصمم الشبكه اللي على اليمين دي، ها
هنبص لها نشوف هي واقعه فين من الماستر بلان الكامل ده، الاقيها واقعه في الجزء الفلاني وجنبها خط كده، يبقى الخط اللي جنبها ده هو ده الاوتليت بتاعنا. انا بكرر تاني، الاوتليت اللي هو الشكل اللي في الاخر ده، ده الاوتليت اللي الشبكه كلها بترمي عليه بعد نهايه التصميم ان شاء الله. كلام واضح يا جماعه ولا في حد عايز يسال على حاجه؟ الأسئلة في الآخر يا باشمهندس، هنفتح المجال في الآخر للأسئلة. ماشي يا باشمهندس. زي ما قلنا تاني، انت عندك هنا موست امبورتنت المنت ذات في ار وي ار فوكس اوف ذا سيويج نتورك اناليسيس، بمعنى ان انت الشبكه بتاعتك ما بتتكون من ثلاث حاجات، اهم ثلاث حاجات، وغالبا ده شبكه الصرف الصحي ما بيبقاش فيها ازيد من كده، المان هولز والبايبس والاوتلت اللي احنا قلنا عليها. احنا هنا بنعرف بس، يعني بنقول ده مجرد تعريف زي ما احنا اتكلمنا على الكلام ده دلوقتي، بس بنرجع نقوله تاني، ان مجرد البايبس دي هي وسيله لنقل الميه من مان هولز للتاني، from مان هولز to other. المان هولز دي هي نقط اللي هي بتربط بين الخطوط البايبس اللي احنا قلنا عليها، والليفت ستيشن او البوستر الاثنين معنى واحد لما يسمى محطه رفع، بس ليفت ستيشن محطه رفع بكل مشتملاتها. ان شاء الله اللي شاف محطه رفع او اللي اشتغل او اللي يكون ليه ان شاء الله مستقبل في موضوع الميه بيبقى عارف ان الفرق بين الليفت ستيشن والبوستر ان الليفت ستيشن دي محطه رفع كامله بمباني اداريه بكل مبانيها بكل ما تحتوي محطه الرفع بيبقى موجوده جوه الليفت ستيشن دي. البوستر مجرد محطه صغيره عباره عن بمب صغير بس الرفع المناسيب، ترفع منسوب، ترفع الشبكه من منسوب قليل لمنسوب اعلى. ده مجرد تعريفات ان شاء الله انتوا بس بتحاول نعرفها دلوقتي عشان تكون لما تسمع الكلمه دي ما تبقاش غريبه على ذهنك، سواء بوستر او ليفت ستيشن. سورس مين اللي هو الخط النقل اللي اتكلمنا عليه من شويه، اللي هو بينقل من محطه الرفع لمحطه المعالجه، او اللي بينقل من شبكه لشبكه اللي احنا كنا شاورنا عليه في الماستر بلان ده، يعني ده اسمه سورس مين، ده خط نقل بينقل من محطة رفع صغيرة هنا موجودة مش باينة شوية لشبكة تانية ينقل المية من هنا لهنا، ده بيسمى الفورس مين أو الخط النائل. الفورس مين ده الاسم المشهور اللي بيتقال في شبكات الصرف الصحي اللي احنا بنتكلم عليها. شبكة الصرف الصحي، المعدات اللي انت شايفها دي انت كراجل بتصمم بالكمبيوتر ما يهمكش ان انت تحفظ المعادلات دي قوي قد بس ما تفهم انها مجرد وسيله البرنامج نفسه بيستخدمها عشان يطلع منها النتائج، انما طبعا لازم تعرفها يعني عشان تكون عارفها حاسس البرنامج بيعمل ايه، لان انت بتدخل الحاجات دي في البرنامج مره واحده فقط لا غير، بعد كده بتصمم الشبكات اللي انت عايزها. خلاص انت دخلت المعادلات دي ودخلت المدخلات بتاعتها بيكون البرنامج عارفها وبيشتغل بيها بعد كده بغير اي مشكله، انما انت المفروض تعرفها. المعدات دي اللي بيشتغل بها برنامج الصرف الصحي او السيور كاد او حتى السيور جيمس، بتحسب منها الديامتر، هي عباره عن في سي واحد على ان في ار اس ثلثين في اس اس نص. الار دي اللي هو القطر نص قطر ايه الماسوره اللي انت بتشتغل بيها. الاس السلوب اللي هو ميل الماسوره اللي بتشتغل بيها بالملي بالمليمتر بالمليمتر على ايه؟ على المتر. الحاجات دي برضه مش هتقدر تحفظها، بس مجرد تعرفها كده عشان ما تكونش غريب على ذلك لما تشوفها. واحنا ان شاء الله مجرد ما نبتدي في تصميم شبكه زي مثال كده هتلاقي كل الكلام ده جه قدامك وشفته بسيط باذن الله بعد كده. الفي يقصد بيها السرعه بالمتر على الثانيه. ده الان ريجنس كوفيشنت اللي هي معامل خشونه اللي هو بيعتمد على نوع الماسوره. مجرد رقم بتحطه اللي هو 0.13 او 0.11 او حاجه زي كده. طبعا من كتر تصميم الشبكات واللي كل الاكواد اتكلمت عليها ان انت بتعوض بالرقم ال N ده جوه البرنامج ب 0.13، لان الرقم ده الوحيد اللي بيدي نتائج متوسطه وصحيحه ومفيش عليها اختلاف. الرقم ده بيعتمد على ايه؟ على نوع الماسوره اللي انت بتستخدمها، سواء في سي اللي هي البلاستيك او جي ار بي او اتش دي بي اي، دي كلها انواع مواسير بتستخدم فيها الان الروهيجنس كوفيشنت ده عشان تعوض بيها، ده بيعتمد على نوع الماسوره، وفي الاخر انت بتعوض الرقم ده مره واحده في البرنامج وتسكت على كده. انا بس بعرفك هو البرنامج بيشتغل بايه، ازاي بيحسب سرعه، ازاي بتحط له الاسلوب،
ازاي بتحط له نص القطر او القطر بتاع الماسوره اللي انت تشتغل بيها، وازاي بقى هو بيحسب بعد كده. ودلوقتي البرنامج بيشتغل بحاجتين، المعادله دي وما يسمى الاكستريم فاكتور او الاكستريم فلو فاكتور او البيك فاكتور، هتسمعها في اماكن تانية ما يسمى البيك فاكتور. بمعنى ايه؟ ان انت طبعا لما تيجي تصمم انت لازم تراعي ان انت هتصمم الشبكه دي، هل انت بتصممها في منطقه حاره، في منطقه جافه، الصبح ولا بالليل؟ الشبكات او الاقطار اللي انت هتطلع بالبرنامج دي بتراعي ان انت في استخدامات قويه للميه مثلا في منطقه في وقت الظهيره، بتراعي ان انت لما تيجي بالليل مثلا مفيش استخدام للميه خالص، فبتلاقي الميه خفت جوه المواسير، فهل الاقطار اللي انت طلعتها بعد ما خلصت تصميم مناسبه للاستهلاك القليل ده؟ فالبيك فاكتور ده اللي هو معامل زي ما بيقولوا كده ايه، معامل التصرف اللي بتشتغل بيه، بيراعي بيه ظروف الصرف الصحي اللي بتشتغل بيها، سواء في وقت الذروه بالنهار او بالليل او مثلا في وقت العصر او اي وقت انت بتشتغل بيه. انت بتطلع رقم بتضربه في البيك فاكتور ده اللي هو بيتراوح من 2 ل 5، ده بيعتمد على عدد السكان اللي انت بتشتغل بيه. طبعا هنعرف ازاي الكلام ده بنحسبه بعد كده ان شاء الله بشكل تفصيل يعني. انا بس بشرح الموضوع بشكل عام، ان البرنامج لازم عشان يشتغل تدخل له الحاجات اللي موجوده دي، بتدخل له الاسلوب، بتدخل له الان اللي هو معامل الخشونه حسب المواسير، بتدخل له اللي هو الاقطار اللي انت بتشتغل بيها زي اقتراحات، وبتدخل له البيك فاكتور اللي هو بيعتمد على عدد السكان، وبيراعي التصرف اللي موجود سواء الظهر او بالليل او ما الى ذلك. بتدخل له الكلام ده والبرنامج، وترسم الشبكه بتاعتك والبرنامج يحل بمنتهى البساطه كده، من غير ما تحس ان انت تعمل حاجه كبيره او هو يعني في مشاكل. يعني هو موضوع تصميم الشبكات الصرف الصحي والميه يمكن ابسط كتير من التصميم الانشائي، ما فيهوش مدخلات كتير. دي كده يخص الفرصة مين اللي احنا اتكلمنا عليها والخطوط النقله اللي هي ازاي البرنامج بيحسبها بعد ما تدخل له اللوسز ايكويشن. اللوسز ايكويشن دي اللي بتحسب منها الفواقد اللي جوه الخط، بمعنى ان انت لما المايه تمشي في الخط ده في حاجات بتعوق الخط ده، يعني مثلا الماسوره دي لو قديمه شويه فبتعوق سرعه المايه جوه الماسوره، فده بيبقى في لوسز فواقد. لو الماسوره دي جايه عند حته معينه وعمل او عندها بند، البند ده يعني كسره في الماسوره او الماسوره اتغير اتجاهها لاي غرض من الاغراض، ده بيعمل لها برضه ان هو بيسبب ان الميه تبقى بطيئه شويه، فده كلها تحت اسم اللوسز اللي احنا بنشتغل بيها. فدي معادله اللي انت بتدخلها في البرنامج، او هي فعلا في الفعل في البرنامج بتعوض، بتدي له انت السرعه كده اقتراح، بتدي له الدي اللي هو البايب ديامتر اللي هو قطر الماسوره، بتدي له حاجه ما يسمى الكوفيشنت هازن ويليام دي اللي هي برضه زي معامل الخشونه اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده في المواسير العاديه اللي هو 0.13 ده، بس دي ليه رقم تاني بتعوض بيه جوه البرنامج عشان تبتدي تحسب منه ما يخص الفورس مين او الخط النائي اللي احنا بنشتغل بيه. المعلومات دي كلها مش للحفظ، المعلومات دي كلها للعرض عشان تعرف البرنامج شغال بايه، مش اكتر من كده. باشمهندس رامي لو سمحت، اتفضل. لو في امكانيه تكبر الشاشه عشان الاخوه الحضور كاتبين في الشات انهم هم مش شايفين كويس، اذا كان في امكانيه تعمل فول سكرين مود يعني. حاضر حاضر. الله يبارك فيك، شكرا. كده تمام؟ تمام كويس باشمهندس. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بس ثواني لأن أنا عملت فول سكرين مش عارف في حاجة ما ظهرتش. طب كده يا جماعة الموضوع ظاهر ولا برضو محتاج؟ لأن أنا عملت فول سكرين الحاجات دي. اوكي تمام، بس بالله ملاحظة يا باشمهندس، ايوه اتفضل. اه في حد عم يشخبط على الـ على الـ على السكرين من الأخوة الحضور،
فيا ريت تظبط من عندك السيتنجز باشمهندس رامي عشان ما تخليش حد يشخبط على البرزنتيشن. باشمهندس ماشي محمد، خلاص. باشمهندس محمد اشرف لو سمحت لو تسمع فيا. ايوه حاضر يا محمد، ممكن تظبط السيتنجز زي امس يعني. بحاول اظبطها. طب خلي يا باشمهندس عبد الرحمن، لو المهندس محمد اشرف يقول لنا الطريقه تاني لو سمحت تاني. السلام عليكم. وعليكم السلام هندسه. ازي حضرتك؟ باشمهندس رامي، اتفضل. حضرتك هتلاقي فوق على اليمين في 3 نقاط مور، تمام؟ حضرتك لو دوست معاك. على مور دي هتلاقي ديسيبل بارتيسيبانت انوتيشن، ايوه تمام. حضرتك لو دوست عليها كده هتمنع اي انوتيشن دوست يحصل عليه. يعني. تمام كده دوست عليه. تمام. السلام تمام. عليكم. عليكم السلام. طيب هنكمل ما يخص التصميم. برضو عايز أأكد إن الكلام ده كله أو أي أرقام بتشوفها دي مجرد للمعرفة عشان تبقى أنت عارف الدنيا رايحة فين. وبعد كده بمجرد ما إن شاء الله بنبتدي في تصميم شبكة بالتفصيل، كل الكلام ده هتلاقيه سهل قدامك وبيتكرر كذا مرة. بس أنا الكلمتين دول أو الكلام أو الأرقام اللي موجودة دي خلاصة كل الأكواد اللي ممكن تشتغل بيها سواء دلوقتي أو بعد كده إن شاء الله. دلوقتي أنت عندك في شبكة الصرف الصحي لما تيجي تشتغل بيبقى عندك شوية ستاندرد كده أو كارتيريا موجودة في كل الأكواد وكلها موحدة تقريبا، ما يخص السرعة، ما يخص الأقطار، ما يخص الفلو أو الكيو، ما يخص الكفر مينيمم كفر أو يعني حجم الردم فوق الماسورة، ما يخص الإكسس كاباسيتي ده اللي هو الطفح اللي بيجي في الماسورة وهكذا. أنت عندك بتكون السرعات دايما من 0.6 ل 0.3، قصدي من 0.6 ل 3 متر على الثانية. بمعنى انت اقل سرعة مسموح بيها في شبكات الصرف الصحي 0.6، الرقم ده تحفظه كويس جدا. واكبر سرعة هتلاقي في اكواد بتقول لك ان اكبر سرعة مسموح بيها 2، اكبر سرعة مسموح بيها 2.5، اكبر سرعة مسموح بيها 3. لا انت لما تيجي تشتغل ان شاء الله وتعرض للشغل وتصمم اكتر من شبكة هتلاقي في سرعات بتوصل 3 وبرضه بعض الاكواد بتسمح بيها. فانا جبت لك من الاخر ان اقل سرعة 0.6 واكتر سرعه 3 متر على الثانيه اللي موجوده في الشبكات او في الخطوط النقله اللي هو بيسموها فورس مين. ده فورس مين. تمام. الاقطار اللي موجوده عندك اللي انت بتشتغل بيها سواء في مصر او حتى في الخليج او حتى في الدول الاوروبيه، اقل اقطار بيشتغلوا بيها 200 مللي بتوصل ل 3000 و4000 كمان مللي متر، يعني من 200 مللي لقطر المواسير بيوصل 3 متر و4 متر، اقطار كبيره كمان يعني في بعض الدول، في القاهره الكبرى بتوصل يعني 5 متر وحاجات كده. بس دي الاقطار اللي انت تشتغل بيها ان شاء الله هتلاقي نفسك ايه دايما بتشتغل حوالين الاقطار دي، 200 مللي بتوصل ل 3 متر، وايه في اي حته هتلاقيها بتتراوح بين القطرين دول. انت عندك دايما في تشيك بسيط كده بتعمله، ده برضو الحاجات دي خلاصة التصاميم، يعني انت مش لازم تحفظها، برضو بكرر انك مش لازم تحفظها دلوقتي خالص. انت لما تيجي تصمم شبكة، لما يطلب منك تصمم شبكة صرف صحي ومية، دايما حاول تبتدي بشبكة المية وبعدين صمم شبكة الصرف الصحي، لان انت لما بتصمم شبكة المية وترجع تصمم شبكة الصرف الصحي بتعمل تشيك على نفسك بسيط، بتشوف كمية المية اللي طالعة من الصرف الصحي بتكون 99% 80% من كمية المية اللي طلعتها من شبكة المية. يعني لما بتيجي بتصمم بتدخل جوه شبكة الصرف الصحي 80 أو 85% من كمية المياه اللي أنت حسبتها لشبكة المية. دي مجرد توضيحة هتحتاجها بعدين بس لازم تعرفها وتبقى قدامك. بعد ما تخلص، بعد ما تصمم وتعمل كده، انت بتعمل تشيك على الاسلوب اللي انت عندك، اسلوب مطابق لمعايير التصاميم اللي انت بتشتغل عليها ولا لا، بتشيك على الردم اللي موجود اعلى المواسير المفروض ان هو في شبكه الصرف الصحي ما يقلش عن متر و20، وبعض الاكواد بتطلب ان هو ما يقلش عن متر ونص،
واذا قال لي عن متر و20 طبعا الغرض ده موجود يا شبكات الصرف الصحي عشان الطرق. انت بتشتغل في طريق جوه المحافظه او جوه المدينه انت بتشتغل فيها او طرق عامه او طرق سريعه، فلازم تراعي ان الردم اللي فوق الماسوره بالقدر الكافي اللي ما يكسرش الماسوره او اللي يرجع يخلينا ايه نعيد نقاول يعيد يشيل المواسير ويحط غيرها. فانت بتراعي كميه رد ما بتقلش عنها، وكل الاكواد بتتكلم في نفس الرقم ده اللي هو متر و20 فوق الماسوره او متر ونص، وان قل عن كده بتغلف الماسوره بتغليف تاني عشان تحافظ ان الماسوره ما تكسرش وتتحمل الاحمال اللي فيها اللي موجوده فوقيها. الكباسيتي اكس ديزاين ده مجرد كولوم او عمود بيظهر في نهايه التصميم، شك على نفسك فقط ان شبكه الصرف الصحي دي مش هيحصل لها طفح. يعني انت ما تيجي تشيك انت بتشيك على الكولوم ده بتشوفه كده بعد ما تخلص تصميم، لازم يكون كل الارقام اللي في العمود اللي موجوده تحت الاسم ده اللي هو بيقصد بيه الطفح بتاع المواسير او بتاع المطابق يكون كل الارقام اكتر من زيرو، لان لو اقل من زيرو ده بيقصد بيه معناها ان هيحصل طفح في الحته الفلانيه او في المطبق الفلاني او في المنقول الفلاني. بس انت لما تيجي برضه بتصمم بتحط بتقول له ان الماسوره دي عايز يكون نسبه الامتلاء فيها ما تقلش عن 75 عن 35 وما تزيدش عن 75%. هو البرنامج بقى بيعملها 65 45، ساعات بتطلع قليله اقل من 35 تبتدي تعدل وتشتغل على نفسك ان انت تبتدي ايه تعدل جوه البرنامج بتغيير الاقطار بزياده الاحمال حسب الايه الطريقه اللي انت بتستخدمها. كله طبعا ده ان شاء الله يبقى اوضح في تصميم الشبكه. وانا كان ضايف حته صغيره دي برضو مش بتتعرض لها كتير، ان انت بتبقى ساعات بتوصل ل 95% لما تكون تضم شبكه الصرف الصحي دي تضم مثلا مياه تانية زي مياه الامطار او مياه المخلفات اللي خارجه من المصانع او اي مياه تانية غير مياه الصرف الصحي اللي خارجه من البيوت او المجمعات السكنيه او التجاريه. لما تزود عليها اي مياه تانية ممكن توصل نسبه الامتلاء دي ل 95%، دي انت بتحطها بايدك جوه البرنامج برضه. تحطها بايدك جوه البرنامج وتقول له ان المواسير دي عايزها تتحمل لنسبه امتلاء 90 او 95% بحيث انها تتحمل كميه المطر اللي زايده اللي ممكن تتعرض ليها المنطقه اللي انت بتصمم فيها الشبكه. يعني كان مثلا كان في لو حد كان سمع عن كان في كده امطار غزاره نزلت في جده في السعوديه من كام سنه في حوالي 6 7 سنين على مرتين. فنظرا ان شبكه الصرف الصحي دي ما كانتش مصممه انها تستوعب شبكه مطر، فحصل طبعا كوارث والميه ملت الشوارع وفي ناس كتير اتبهدلت من ورا الموضوع ده. فبقى اللي جاري دلوقتي ان بيصمموا الشبكات ويحطوا فيها نسبه الامتلاء بحيث انها تستوعب 95% عشان لما يحصل مطر زياده او ميه كتيره ايا كانت المصدر ما تتحملوش شبكه الصرف الصحي، ساعتها بنسبه الامتلاء اللي احنا حطيناها فيها وصممها على اساسها نقدر ساعتها نستوعب الشبكه دي تستوعب الميه الزايده اللي بتيجي عليها. ايه اللي بنجهزه قبل ما نخش على تصميم شبكه الصرف الصحي؟ انت بتجهز البوبيوليشن بتاعك او الكثافه السكانيه اللي عندك. الكثافه السكانيه دي انت بتحسبها عشان تقدر تحسب الشبكه دي الاقطار المناسبه ليها قد ايه والاعماق المناسبه ليها قد ايه. طريقه حساب البوبوليشن او عدد السكان الموجود في المدينه ليها طرق كتير، اشهرهم ان انت بتسال ما يسمى التعبئه في المحافظه اللي انت فيها على عدد سكان المنطقه دي السنه اللي فاتت مثلا كان ايه والسنه دي كان ايه، بتقيس مثلا الزياده السكانيه على مثلا على مدى 10 سنين. انت عندك السنه دي كانوا مثلا 1000 شخص، السنه اللي فاتت كانوا 800 شخص، فانت كده عندك الزياده 20%، فانت كده عرفت ان الزياده في البلد دي او المحافظه دي 20%. وانت عندك دايما انت طبعا لما تيجي تصمم شبكات الصرف الصحي بتبقى عامل في حسابك ان انت بتصمم شبكه الصرف الصحي دي ل 30 سنه قدام او 50 سنه قدام حسب التارجت اللي بيحدده لك الكلاينت اللي انت بتشتغل معاه. دايما وانت شغال بيبقى اللي بيحكمك الكلاينت اللي انت بتشتغل معاه، الكلاينت ده اللي هو الجهه اللي انت بتشتغل معاها سواء شركات المياه او اي جهه بتشتغل في المياه سواء في دول الخليج او في مصر او ايا كانت الدوله اللي انت شغال فيها بيحدد لك
الزياده السكانيه او الكثافه السكانيه للمنطقه اللي انت بعمل فيها. فببساطه بيقول لك ان الكثافه السكانيه دي للمنطقه دي قد كذا، بيديك رقم، يا بيديك رقم تشتغل بيه من غير ما تتعب فيه، او بيقول لك الكثافه السكانيه دي انها مثلا 50 فرد في الهكتار. الهكتار ده لفظ مشهور جدا لما تيجي تحسب بيه الكثافه السكانيه، الهكتار ده بيساوي 10,000 متر مربع. ده تعبير عن المساحه اللي انت تشتغل فيها. بمعنى ان هو بيقول لك الكثافه السكانيه في المنطقه دي وليكن 200 فرد في الهكتار. والمنطقه اللي تشتغل فيها مثلا مساحتها 3 هكتار، يبقى 200 في 3 يبقى انت عندك 600 فرد في الهكتار. يبقى انت عندك 600 فرد في المنطقه اللي تشتغل فيها. بس وخلاص، يبقى انت كده عرفت عدد السكان اللي بتشتغل بيهم وتقدر تدخله في البرنامج. الكلمتين دول بيتكلموا ان انت الكثافه السكانيه بتشتغل الريت اللي بتشتغل بيه اللي هو الكثافه السكانيه المنطقه اللي انت محل الدراسه. البيك فاكتور اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه اللي هو لو جينا كده لو رجعنا شويه بالسلايدز واتكلمنا عليه، البيك فاكتور ده اللي هو حاجه من الحاجتين اللي احنا بندخلهم في البرنامج، المعدلين اللي شغال فيهم البرنامج، اللي هو المعامل اللي بيعتمد على اساسه كميه الميه وبيحدد لك كميه الميه سواء الصبح او الليل او ايا كانت ايه الفتره الزمنيه اللي انت بتصمم فيها، وان هو في الاخر بيراعي القطر حسب الفتره الزمنيه اللي بتشتغل فيها، بحيث ان هو يقدر يستوعب الميه في اقل تصرف بالليل ويقدر يستوعب الميه الشبكه اللي انت صممتها في اكثر استخدام للميه اللي هو الظهيره الظهر يعني. ده كده شكل عام لما تيجي تفتح البرنامج اللي هو السي واركاد. دي الشبكه بالفعل قائمه تم تصميمها قبل كده، ودي عندك بعض التولز اللي تشتغل بيها عشان تقدر تصمم الشبكه. المدخلات دي معظم المدخلات دي ما بتستخدمهاش في لما تيجي تصمم، هتلاقي فيها مثلا اربع خمس مدخلات من دول اللي انت بتشتغل فيهم، الباقي يعني يمكن تكاد تكون ما بتشتغلش بيهم طول ما انت شغال في الشبكات، لان في حاجات يعني مش لها ضروره انك تشتغل بيها اصلا وبتستغنى عنها. التولز ده اللي احنا شويه الشرح للتولز اللي موجوده في المدخلات دي. انت في حاجات بقى قبل ما تشتغل في دلوقتي قبل ما تشتغل في علشان تصمم شبكات الصرف الصحي، عرفنا ان انت بتشتغل بتشوف ايه الماستر بلان والشبكه بتاعتك واقعه فين، واذا كانت الشبكه بتاعتك واصله بشبكه قائمه ولا انت بتعمل لها على اوت ليت منفصل او حاجه زي كده. دي الحاجات اللي بتعملها وتفكر فيها قبل ما تشتغل في على البرنامج. الماستر بلان بتشوف الشبكه بتاعتك ميولها رايحة لفين، لأن زي ما اتفقنا إن شبكة الصرف الصحي أندر جرافيتي كلها، يعني بتتصمم تحت الجاذبية، فبتشوف أعلى نقطة فين وأوطى نقطة فين عشان على أساسها بترسم الشبكة بتاعتك من العالي للواطي عشان تعرف تبقى أنت تضمن إن المية ماشية من العالي للواطي بشكل سموث يعني. دي بقى الحاجات شوية حاجات بتعملها قبل ما تشتغل في البرنامج. خلينا نفتح البرنامج معاكم عشان يبقى الشكل واضح اكتر من كده. كل سامعني يا باشمهندسين؟ واضح صوتي يا باشمهندس، واضح. طيب تمام. باختصار الخمس نقاط دول ممكن اشرحهم في حاجه بسيطه كده على السريع. انت عندك اي شبكه لما تيجي ترسمها وتدخلها هنا بيكون عندك شويه التولز اللي انت بتدخلهم دي. التولز دي عباره عن الاشهرهم واللي بتشتغل بيهم الانفلو كنترول سنتر، سانيتاري لود كنترول سنتر، سيناريو كومبريشن، وممكن الاوبشن دي في الاخر. خلينا نفتح شبكه برضو بعينها عشان الحاجات دي تتنشط نبقى شايفينها.
ده مثال صغير لشبكة صرف صحي، زي ما احنا قلنا دي فعلا شبكة بالفعل اتصممت وتم تسليمها وعملت تشيك عليها، وخرج منها اوتوكاد وخرج منها بروفايلز اللي هي القطاعات الطولية لو حد يسمع عنها. فدي دلوقتي دي شبكة صرف صحي، دي بايبس ودي المنهولز اللي بين الشبكات اللي بين البايبس، وده الاوتليت اللي قلنا عليه، والارض هتلاقيها ماشية من اليمين للشمال، عشان كده عملنا الشبكة ماشية كده ورايح كده. دي نموذج لشبكة صغيرة. احنا بنشتغل اغلب الحاجات اللي بنشتغل بينها هنا التولز والكومبوننتس والاناليسس. اللي بعد كده هتلاقي فيوز، دي حاجات بس مجرد لرؤيه لعرض للشكل الشبكه اللي بتشتغل بيها. انت اول ما بتشتغل خالص لازم ده في الصرف او في الميه بتحدد اليونتس اللي انت بتشتغل بيها. اليونتس بمعنى ايه؟ اللي انت اليونتس اللي هي الجزء ده ما يخص كل حاجه عندك جوه البرنامج، الدنستي اللي هو الكثافه السكانيه بالايه، الدبس بتشتغل بيه بالمليمتر ولا بالمتر، الديامتر بالمليمتر ولا لو فتحت لو ضغطت عليه كده هيطلع لك كل ما يخص الديامتر، عايز تخليه بالسنتي بالديامتر بالفيت بالانش بالكيلومتر، زي ايا كانت الايه الوحده اللي انت بتشتغل بيها. اول حاجه قبل ما تشتغل في البرنامج زي ما قلنا، اول حاجه في طريقه التفكير بتعمل ايه؟ بتبص للماستر بلان وتبص لاتجاه الارض. برضو قبل اي حاجه بتشتغل في البرنامج او قبل ما تصمم شبكه بتخش التولز اوبشن، تظبط اليونتس بتاعتك وتخلي اليونتس بتاعتك في عندك اتنين يو اس وفي عندك اس اي بتشتغل بيها دايما. اس اي اليو اس دي هتلاقي الحاجات دي اتغيرت ودخلت في قصه تانيه انت مش عايزها، يعني حاجه مش عالميه مش مشهوره، المشهور عندنا قوي الاس اي اللي انت بتشتغل بيها دايما قبل ما تتصمم البرنامج. لازم تثبت وتتاكد ان انت عندك انت بتشتغل بيونتس اس اي. بس دي حاجه بس كده تنويه بسيط، ان شاء الله برضه هنتكلم بالتفصيل لما نيجي نصمم الشبكه دي. بعد ما تخلص الشبكه بتاعتك وتحط اليونتس بتاعتك وتظبط المنهولات وتحط المناسيب بتاعت المنهولات دي، طبعا انا بشرح بسرعه او بقول الحاجات دي بشكل عام لغايه ما ان شاء الله نتعرض لها بالتفصيل. في حاجه اسمها عندك الريبورتس، بتشوف الشبكه دي على بعضها، اي تقرير انا عايز اشوفه للشبكه دي ما يخص المنهولات او ما يخص البايبس او ما يخص الاوتلت بتشوفه من الريبورتس دي. الريبورتس دي ممكن تفتحه من هنا وممكن تفتحه من هنا زي الفيو. دايما هتلاقي في البرنامج مكانين تقدر تفتح منهم الحاجه اللي انت عايزها او الاوبشن اللي انت عايزه. الفيو هتلاقيه هنا كل انواع الفيو، وهتلاقيه في الجزء ده اللي انا بشاور عليه ده، والتول والريبورتس برضو هتلاقيه هنا وهتلاقيه في الجزء ده. الاناليسز ما يخص الكالكوليشن اوبشن والحاجات دي هتلاقيه هنا وهتلاقيه برضو هنا في الجزء ده. المهم كل حاجه ليها بدائل حسب ما ايدك انت بتاخد على الشغل وايه الاسهل لك وانت بتشتغل. طبعا بعد ما تخلص والتصميم وتحط كل الداتا بتاعتك بتطلع ريبورتس ببساطه شديده من الجزء ده. ده مثلا حاجه زي حاجه بروجكت انفنشوري، ده اللي هو بيطلع ملخص عن الشبكه. ده بيساعدك في عمليه الحصر لما توصل ان شاء الله لمرحله الحصر، ان انت عايز تحصر الشبكه وتطلع منها نتائج بشكل سريع لبعض الحاجات مش كل حاجه. يعني تقدر تفتح الاوبشن ده كده بالشكل ده، هيطلع لك المعلومات العامه اللي تخص الشبكه الصرف الصحي اللي احنا فاتحينها دي اللي احنا مصممينها دي زي ما يظهر دلوقتي. ده كده شكل عام للشبكة اللي احنا محل التصميم. كل ده وصف للشبكة، او يقول لك انت عندك الشبكة ممكن تتكون من ايه. هتبص من اول الخانه دي نتورك انفنتوري دي، اللي هي بيقول لك الشبكه عن عباره عن 20 كوندويت. كوندويت ده تعبير عن البايبس او المواسير اللي موجوده. انت عندك 20 ماسوره او 20 كوندويت جوه الشبكه، الشكل بتاعهم دائري، كل ده صفر، يبقى انت ما عندكش غير 20 كوندويت و20 والشكل بتاعهم دائري و20 مان هولز، الباقي كله صفار. انت مش حاطط في الشبكه اي حاجه تانية تخص الحاجات دي،
لا جيتر ولا شانل ولا بريشر بايبز ولا بامبز ولا اي حاجه. انت كل اللي عندك كوندويت اللي هو البايبز والمان هولز والاوتلت اللي الاوت فور اللي هو واحد برضو اللي احنا قلنا عليه اللي هو ده اللي هو بيعبر عنه بجزء ده الاوت فور واحد مش غيره، لان الشبكه بتخرج على اوت فور واحد. في بعض الشبكات بتخرج على اثنين اوت فور ثلاثه اوت فور حسب احتياج الشبكه بتاعتك، انما الشبكه بتاعتنا دي بسيطه ويمكن 99% من الشبكات ما بتخرجش عن الشبكه دي، كبير تكبر تصغر هي كلها داخل محتوى ده، بايبس او كوندويت زي ما بيسميها البرنامج، مان هولز، اوتلت، وبيطلع لك في الاخر يقول لك الشبكه كلها طولها، الشبكه كلها بقطر 300 مللي، طولها 1749 و2 من 10 متر. ده كده شكل عام، حصر عام للشبكه، عدد المنهولات، عدد البايبس، طول الشبكه على بعضها. ولو في اقطار تانية جوه الشبكه غير ال 300 مللي برضه هيكتبها لك هنا، هيكتب لك 300 400 200 حسب الاقطار اللي موجوده عندك، وكل قطر طوله قد ايه هيطلعه لك هنا كده، والتوتال بتاعه هنا زي ما بالظبط هنا كده عندك. هو الشبكه هنا 300 مللي طولها قد كذا والتوتال كذا، لان اصلا مفيش غير 300 مللي في الشبكه اللي احنا ايه فاتحينها. ده كده بشكل بسيط عن الريبورتس اللي بتطلعه بعد ما تخلص حل. انت دلوقتي في طريقتين ان انت تقدر ترسم بيهم الشبكه اللي انت شايفها دي، يا اما تفتح برنامج الاوتوكاد وترسم رسم الشبكه، بس هتبتدي تحفظ الشبكه بشكل معين وبلايرز معينه، لازم تكون في الاوتوكاد برضو عندك فكره كويسه، وبعدين تقدر تدخلها على البرنامج السيور كات عشان يفهمها، عشان يفهم ان دي مواسير ودي مانهولز. الطريقه البسيطه والابسط واللي احنا بنشتغل بيها يعني بقالنا سنين والمعظم الشبكات، لا انت بترسم الشبكه رسم على ايه، على البرنامج نفسه، مش مضطر ان انت تقعد ترسمها على الاوتوكاد وتدخلها، لا انت بترسمها رسم جوه البرنامج. بمعنى ان انت بتمسك كده، خلينا نقفل الشاشه اللي هي مفتوحه الثانيه عشان يقدر يرسم، طول ما في شاشات مفتوحه ما بيقدرش ايه، الحاجات دي بتكون مش متفعله. فانت عايز ترسم الشبكه دي ببساطه، تضغط هنا، هنا ده عباره عن الشكل ده بيقول لك ان في بايبس وفي منهولات، تضغط عليه ضغطه تبتدي ترسم. هو نفسه تلاقيه بنشط لك في الماوس اول منهول، تضغط ضغطه كليك يمين وتمشي. بالشكل ده هترسم الشبكه بالشكل ده. ولا ترسم لك الايه المواسير بس، لان هو كاتب لك الكوندوت بس. عايز ترسم المطابق، بترسم بقى المطابق على الشبكه بالشكل ده. كده رسم لك ايه المطبق زي ما انت شايف. على الشبكه بتاعتك وتبتدي ترسم الشبكه بتاعتك، ودي الطريقه المشهوره انك ترسم رسم على الشبكه اللي انت عندك. طبعا انت في مسارات للشبكه دي، في مسارات من الشبكه دي بتدخلها من برنامج الاوتوكاد، ودي بقى ان شاء الله مرحله لاحقه لما نيجي نصمم شبكه بالتفصيل، انا اقول لك ازاي تدخل ببساطه الشوارع او شكل الشوارع من برنامج الاوتوكاد وتدخلها على السيور كاد، وتبتدي ترسم الشبكه بتاعتك بالشكل الايه المطلوب بالظبط وفي مكانها بالظبط. انت ده بقى المرحله الاخيره، انت لما تيجي تصمم بعد ما خلصت شبكتك كلها، بتصمم على حاجتين، يا اما بتصمم وبتاخذ في الاعتبار انك التصميم خلال 24 ساعه، يعني انت المواسير اللي عندك دي هتلاقيها بتتغير خلال 24 ساعه، بتحط حاجه اسمها ما يسمى الباترن. خليني افتحها لك هنا. الباترن ده البتاع دي المعادله دي برضو كلها ارقام بتدخلها مره واحده جوه البرنامج، وساعات ما بتدخلهاش. انت بتشتغل بحاجتين، يا بتشتغل بحاجه اسمها تصميم، طريقه تصميم اسمها ستيدي ستيت اناليسيس او اكستند بيريود اناليسيس، بمعنى ان انت بتصمم اكنك بتصمم الشبكه الصرف الصحي دي في وقت واحد اللي هو وقت الذروه، وليكن احنا بنعبر عن وقت الذروه اللي هو وقت الظهيره الساعه 12 الظهر. يعني انت بتصمم الشبكه دي على الورست كيس،
طبعا اكيد سمعنا كلنا كلنا كلمه الورست كيس دي في بالشكل الانشائي، نفس الكلام عندنا هنا في شبكه المياه او الصرف الصحي. انت بتصمم الشبكه بتاعتك على الورست كيس، يعني بتصمم الشبكه بتاعتك في اسوء حالات ممكن يكون فيها المياه، في اكبر كميه مياه ممكن تستخدمها في الشبكه، اللي هي امتى؟ اللي هي وقت الظهيره. وده غالبا ان احنا بنصمم عليه، انت بتصمم الشبكه على ستيدي ستيت اناليسيس، اللي هي في اسوء حاله ممكن تكون فيها مياه، كميه مياه كبيره. فانت كده خلاص، انت لما يكون عندك صمم متصممه على انها بتشيل ميه كبيره، يبقى اكيد في الميه لما يجي ميه قليله برضه هتشيلها. انما لما تيجي تصمم الشبكه على انها مثلا بتشيل ميه شويه صغيرين، اول ما يجي كميه ميه كبيره ما بتستحملهاش، والشبكه بيحصل فيها مشاكل وطفح وما الى ذلك. فاشهر الطرق اللي بتستخدم في اغلب الشركات حتى اللي بتيجي تشتغل تصميم، بيشتغلوا بالستيدي ستيت، اللي هو في أقصى حالة ممكن الشبكة تستحملها، أو لما يكون المية في أقصى حالتها اللي هي وقت الظهيرة. Extend Period Analysis ده برضه هشرحها لكم عشان تكونوا المعرفة إن هو إيه، بيراعي شغل الشبكة خلال النهار، خلال 24 ساعة. لو جينا بصينا للشكل ده كده، الشكل ده عبارة عن بيعبر عن عدد الساعات تحت، عدد من صفر لغاية 24 ساعة. وده بيعبر عن الاستهلاكات. طبعا الاستهلاك وقت الفجر بيكون قليل، وبعدين بيزيد الشكل الهرمي اللي احنا شايفينه لغايه ما يوصل الظهر، اعلى استهلاك للميه، ويرجع ينزل تاني خلال 24 ساعه لغايه ما يوصل للايه؟ لوقت الظهيره تاني. الجدول ده بقى، الجدول ده لو انت وانت بتصمم طلب منك اللي انت، لا انا عايزك تصمم لي وتراعي الميه خلال اليوم او استخدامات الميه خلال اليوم. فالجدول ده بتدخله مشكور برضو مره واحده على برنامج السيور كاد، وبيخش هنا تفتح كومبوننتس باترنز، وتبتدي تدخل الجدول بتاعك. وانا ده جدول فاضي لان احنا مش مدخلين، احنا اغلب الشغل زي ما قلنا بنشتغل بالطريقه الثانيه، اللي هي ستيت ستيت، اللي هي في الورست كيس بس، من غير ما ندخل ان هو خلال النهار بنستخدم جزء صغير جزء كبير وهكذا. انما انت لو اتحط طلب منك كده بتدخله مره واحده بس من كومبوننت، وتدخل الباترنز بتاعك اللي هو الجدول ده. الجدول ده بيخش زي ما هو كده نفس ارقامه، بيخش هنا كده تبتدي تدخل الساعات، بتشتغل هنا 2 3 4 لغايه ما توصل 24 ساعه. والمالتي بلاي ده اللي هو الجدول ده، بتضرب مره في 8 من 10 في 1 في 1 4 بنفس الترتيبه كده، بتضرب فيهم لغايه ما تخلص الجدول. الموضوع ده طبعا هيتشرح برضه بالتفصيل ان شاء الله في الشبكه اللي احنا ايه هتكون نصمها بالتفصيل. انا بس بجرد بقول لك طريقه التصميم اللي البرنامج بيستخدمها، يا اما ستيدي ستيت يا اما اكستند بيريود، وشرحنا الفرق بينهم دلوقتي. بعد ما تخلص التصميم بتاعك انت عايز تشوف شكل المخرجات وتشوف الريبورتس اللي عندك وتشوف الشبكه شكلها كويس ولا لا. فانت امر بسيط هنا بعد ما تخلص التصميم بتاعك وتخلص المدخلات وتخلص الاناليسيس من هنا او كومبيوت، كل فيرجن حسب التعبير بتاعه. في الفيرجن الجديد بتاعنا ده بيعبر عن ان انت بتحلل بكلمه كومبيوت دي، اللي هو بيحلل لك فيها الشبكه، يبتدي يحلل الشبكه اللي انت عملتها ويشوفها صح ولا غلط. لو في اي اخطاء بيجيبها لك تحت زي ما هو ظاهر لنا تحت كده. هو طبعا جاب هنا مجرد ما تشوف اللون الاحمر ده تعرف ان في مشكله. هو المشكله يقصد بايه؟ فيها ايه؟ ان في خطوط تانيه غريبه دخلت الشبكه هو مش فاهمها. وبيقول لك ان دي رساله بسيطه كده. طبعا الرسائل دي كلها بعد ان شاء الله ما تحل الشبكه واثنين وثلاثه هتتعود على الرسائل اللي موجوده تحت دي. البرنامج يعني الكويس اللي فيه ان بيقول لك الشبكه فيها نقص في الحته الفلانيه، اعمله وارجع صمم تاني. هنا مثلا بيقول لك الشبكه بتاعتنا في جزء من الخطوط ما فيش ليه اوت فول، لازم الشبكه بتاعتك عشان زي ما قلت لك تكون كامله يكون فيها المان هولز والبايرز وفي اوت فول الشبكه بتخرج عليه. لو ما فيش اوت فول زي الجزء اللي احنا رسمناه كده يقول لك ان في مشكله، هو يقول لك تحت اهو احنا عايزين اوت فول للجزء ده. طبعا الجزء اللي احنا رسمناه بس للتوضيح، لو شلناه وجينا عملنا اناليسيس ببساطه الرساله اللي كانت تحت دي هتختفي. ثواني كده ما نشوف هي الرساله ما اختفتش ليه.
يقول لك المنهوز 82 عندك الاليفيشن. دي من ضمن الرسائل، بيقول لك ان انت ما دخلتش منسوب للمنهولز ام اتش 23. شفت فيه كان في منهول مخفي احنا مش شايفينه. انا بينته ان انا عملت كنترول ايه، شفت ده فعرفت ان في هنا واحد، هو ده اللي كان عامل مشكله. هو كده يبتدي يحل، ودايما كده كده هو ما شافش مشاكل جوه الشبكه عشان كده ابتدى حل وتمام. طالما هنا الرسائل هنا ما فيش رسائل هنا تحت، يبقى انت كده الشبكه بتاعتك سليمه ما فيهاش اي مشكله، وتبتدي تخرجها اللي هي الجزء اللي احنا بنتكلم عليه هنا ده، تبتدي تخرجها بقى للشغل، تخرجها للاوتوكاد، تخرجها باي طريقه انت عايز تخرجها عشان تعرضها للجهه اللي انت عايز تعتمد بيها الشبكه بعد ما تخلص تصميم. لان احنا كل شغلنا كله ان انت بتصمم وترجع تناقش مع المهندس اللي بيراجع معاك الشبكه، وغير ما توصله لطريقه معينه وشكل معين هو عايزه، وخلاص كده بتعتمد الشبكه على كده. انت بتعمل بقى اخراج للشبكه باي طريقه، وغالبا بتخرجها دي اكس اف اللي هو صيغه اوتوكاد عشان تبتدي تحطها على الاوتوكاد وترسمها وتطبعها للشغل او للتنفيذ او المقاول ياخدها وينفذ ايا كان الطريق. ده شكل شرح الشبكه كده، او الويندوز اللي احنا قلنا عليها من شويه، نفس الشبكه اللي احنا بنعملها. انت عندك فلو، ده السهم ده بيوضح اتجاه الفلو بتاعتك. ده الجنكشن او اسمها هنا الباي المان هولز. الجنكشن ده مسمى بنسميه شبكه الميه، انما هو اسمه هنا مان هولز. والاوتلت بتاعتك والبايبس، وده شكل البرنامج اللي احنا لسه فاتحينه. ده مخرج الشبكه بعد ما تخرجها، دي بس دي شبكه تانيه بعد ما تخرجها عشان تحطها على الاوتوكاد. ودي الجداول اللي انت بتشيك منها او بتعمل تشيك منها اذا كانت الشبكه بتاعتك مطابقه لمعايير التصميم اللي انت اشتغلتها ولا لا. لو جينا نبص للشاشه دي وصلنا للشاشه اللي بتاعت البرنامج نفسه، انت بتعمل تشيك لنفسك من الريبورتس، بتشوف المخرجات بتاعتك ايه مطابقه لمعايير التصميم ولا لا. بمعنى لو فتحت الريبورتس وفتحت الاليمنت ستيبل، هيكون عندك الكوندويت المواسير. عايز تفتح التقرير عن المواسير ولا على المانهولز ولا على الاوت فول اللي هو اشهر حاجه عندك انت بتشتغل بيها، ولا على البامبز ولا على الويت ويل، انت كل ده انت مش الشبكه بتاعتنا دي فيها كوندويت وفيها مانهولز وفيها اوت ليت. فانت عايز تشوف ان انت بعد ما صممت ان الحاجات دي مطابقه لمعايير ولا لا. انتوا كده سامعيني يا جماعه؟ انتوا معايا يا باشمهندس؟ كويس الصوت يا باشمهندس، كويس. فده شكل اللي بتعمل بيه نتائج التصميم بتاعتك بعد ما تخلص. في حاجة يا باشمهندس؟ ده كده التقرير عن المواسير أو البايبس أو الكوندوت اللي هو بيسميها البرنامج بعد ما نخلص تصميم. انت الديامتر بتاعتك شرح صح ولا لا، في الحدود المسموح بيها ولا لا، اللي هي 300 مللي. بتشوف السرعات اللي انت بتستخدمها في الحدود المسموح بيها لكل المواسير. بتشوف خانة اسمها زي ما قلنا اللي هي اللي هي الخانة دي، في كذا تشيك بتشوفها. في حاجات مشهوره قوي وهنا الكلام كتير قوي، والكلام في حاجات مشهوره قوي هتلاقيك بتشيك عليها، وهي دي اللي بتشيك عليها طول عمرك في كل الشبكات. سيكون كل اللي مكتوب ده، انت بتشيك على الديامتر، بتشيك لو، بتشيك على الكباستي اكسس. الرقم ده زي ما قلنا قبل كده لو حد فاكر في اول المحاضره، قلنا ان الاكسس كباستي ده اللي قلناه هنا في الاول، بيعبر عن الطفح اللي موجود اللي هو ده كاباسيتي اكسس ديزاين، اللي هو لازم يكون اكتر من الزيرو. ده مجرد الشكل كده بتعمله على نفسك تطمن ان الشبكه ما فيهاش طفح. مش كل حد هيمكن يطلب منك الطلب ده، انما انت بتعمله على نفسك بعد ما تخلص عشان تعرف ان الشبكه بتاعتك صح.
طالما الارقام دي ما فيهاش مش اقل فوق الزيرو، يبقى انت الشركه بتاعتك ما فيهاش طفح، يبقى انت ايه ان شاء الله شغال صح. ده مجرد تشيك على على البايبس او الكوندوت زي ما بيسميها البرنامج، بسيط. نرجع تاني لشكل الشبكه، قلنا ده التقرير، ده تقرير للايه، برضه للكوندو اللي احنا فاتحينه من شويه للبايبس. بس انت كده شبكه الصرف الصحي باختصار شديد، انت بتيجي تصمم، بتشوف الماستر بلان، بتشوف شبكتك واقعه فين بالظبط، مكانها فين، من خلال مكانها ده تقدر تعرف اذا كانت هي مربوطه على الشبكه قائمه ولا شبكه لوحدها بتدخلها بتطلعها على اوت ليت لحاله. وانا بقصد ان انا اقول الالفاظ في وسط المحاضره عشان دي الالفاظ دي اللي هي تكون على ودانك تسمعها على طول لما تيجي تصمم الشبكه، اللي هي الاوت ليت او الجزء اللي بيخرج منها الشبكه بعد ما تخلص تصميم. تعرف الماستر بلان ده شبكتك واقعه فين، بتعرف منها الكثافه السكانيه عشان تقدر تصمم بيها الشبكه بتاعتك. وبعد ما تخلص تصميم او تجمع المعلومات اللي قلت لك عليها دي، تبتدي ترسم الشبكه بتاعتك على السي وركات بالشكل ده، والشكل ده الاشهر، كبر صغر، هو ما فيش غير كده، بايبس ومان هولز واوتلت في شبكات الصرف الصحي. تبتدي ترسمها، تبتدي تدخل مدخلاتك، مدخلاتك دي عباره عن عدد السكان ومناسيب المنهولات دي. انت لو ضغطت كليك يمين على اي منهول هيطلع الداتا بتاعتك زي ما احنا شايفين. الداتا بتاعتك دي ما فيش اكتر من انك هتدخل فيها في كل اللي انت شايفه ده الاليفيشن. الاليفيشن ده انت بتاخده، بيبقى عندك معلومه بتسال عليها، بتقول له انا عايز مناسيب الارض اللي موجوده في في المنطقه بتاعتي عشان اقدر ادخل المناسيب دي. المناسيب دي يعني كل اللي انت شايفه ده مش بتدخل منه غير الاليفيشن ده فقط لا غير. بس في حاجات بقى، انت كده دخلت الشبكه بتاعتك، في حاجه انت بتدخلها فرضه في الاول خالص في الشبكه قبل ما تحل، برضه بتدخلها مره واحده. الميزه في شبكات الصرف الصحي والميه ان انت بتدخل الحاجات دي الاول مره، وبعد كده انت بترسم الشبكه كل مره وهو البرنامج عارف يعمل ايه بعد كده. في حاجه هنا اسمها الديفولت ديزاين كونسترين، دي بتدخل مره واحده قبل تصميم اي شبكه، او حتى لما تيجي تشغل البرنامج بتاعك لو بتشتغل على جهاز واحد بتدخل وما بتدخلش تاني. احنا قلنا من قبل كده ان في معايير التصميم، اقل تصميم اقل سرعه انت بتعمل بيها 0.6، فبتدخلها هنا تكتب كده 0.6، تكتبها كتابه، واعلى سرعه تشتغل بيها 3. كده البرنامج وهو بيشتغل هيراعي ان اقل سرعه 0.6 واكبر سرعه 3. خش على الخانه اللي بعديها الكفر، اتفقنا للكفر او الردم اعلى المواسير ما يقلش عن متر و20، تقول له متر و20. الماكسيمم بقى دي حسب الجهه اللي انت بتشتغل بيها، دايما الجهه اللي بتشتغل بيها هي اللي بتحدد لك معظم معايير التصميم اللي انت بتصمم عليه. يقول لك انا مش عايز الغطاء اعلى المواسير ما يزيدش عن 5 متر، عن 6 متر، عن 10 متر، هتدخله هنا والبرنامج وهو بيشتغل هيراعي ان ان المينيمم كفر ما يقلش عن متر و20 والماكسيمم كفر اعلى المواسير ما تزيدش عن 6 متر. تخش الحاجه الثالثه اللي هي الستوبس، انت بتعمل الفيلوسيتي الحدود بتاعتك حسب معايير التصميم، بتعمل الكفر، بتعمل السلوب، بتقول له ان اقل ستوب عندك 2% واكبر ستوب عندك 40%. وده طبعا ما فيش في، عشان بس نكون عارفين، ما فيش في كود تصميم او معايير تصميم في اي حته في العالم بيتكلم على الماكسيمم سلوب لمواسير الصرف الصحي. ده مجرد اجتهاد منك ان انت ما بتزودش الميول بتاعتك عن حاجه معينه لاغراض اقتصاديه عشان الماسوره هو يقدر المقاول هو شغال ما تتزحلقش منه وتمشي منه وهو بيشتغل. دي مجرد خبره بتعرفها بعد ما تصمم اكتر من شبكه، بتحط له ماكسيمم للاسلوب. بس ما فيش كود بيتكلم عن ماكسيمم اسلوب، مش هتلاقيه في اي حته، ان هو ممكن يتكلم على المينيمم اسلوب المسموح بيه لكل قطر من المواسير. كل قطر له مينيمم اسلوب انت بتحدده له جوه البرنامج اما تيجي تشتغل ان شاء الله. انت فاقل قطر عندك ليه اقل ميل بتدخله هنا. الحاجات دي زي ما قلت لك بتدخلها مره واحده وخلاص. الجزء ده بيتكلم ان انت عايز تصمم وتقول له ان المواسير دي ما تزيدش برضه عن 75% زي ما اتفقنا ان هي انت معايير التصميم. لو تفتكر اتكلمنا في الاول على معايير التصميم اللي احنا بنشتغل بيها، نسبه الامتلاء بتاعه المواسير
المفروض ان هي من 35 ل 75 وما تزيدش عن 95 في حاله لو انت الشبكه دي بتصرف عليها صرف مطر او اي نوع من انواع الصرف التاني. فانت بتقول له خليها لي 75 بس، حطها له هنا كده. بقيه الحاجات دي مش مهمه قوي، وان شاء الله برضو خليها في شكل تاني من المحاضرات عشان تقدر تفهمها. لو بيحدد لك فيها الماكسيم ريت وبيقول لك انت عايز تصمم كل الماسوره عايز تقسمها على 3، دي حاجات ايه حتى لو ما عملتهاش مش هي دي اللي ايه هتاثر على التصميم بشكل كبير يعني. وان شاء الله طبعا هنتكلم عليها بالتفصيل في شبكه التصميم. دي كده شبكه الصرف الصحي يعني مجملا. لما ان شاء الله نيجي نشرحها بالتفصيل، انت بترسم الشبكه، بتدخل مدخلاتك، بتخرج مخرجاتك وبتشيك عليها، بتشوفها تشيك اللي هي مطابقه لمعايير التصميم ولا لا، بتطلعها على برنامج اوتوكاد وبتبتدي ترسمها وتسلمها لايه للكلاينت اللي انت شغال معاه. كده يبقى انت خلصت شبكه الصرف الصحي. ده بشكل مختصر طبعا عشان بس نقدر نتكلم على شركة المياه برضو بنفس الطريقة. خلاص كده ان شاء الله شركة الصرف الصحي خلصت يعني ايه بشكل مختصر. وشبكة الصرف الصحي عايز اقول كبرت صغرت ما بتخرجش عن معايير التصميم اللي قلناها، ما بتخرجش عن العناصر اللي احنا اتكلمنا عليها، بايبس ومانهولز واوتلت. كده بقى ايه ممكن نقفل شبكة الصرف الصحي ونبتدي نتكلم على شبكة المياه ان شاء الله. شكرا باشمهندس، العفو، شلون تحت امرك، الله بارك يكرمك. الله فيك على هذا العرض القيم وهذه المحاضرة مفيدة جدا جدا. أترك المجال للمهندس خالد عبد الكريم، إذا كان بالإمكان تتفضل بإدارة الحوار باشمهندس، أو المهندس محمد أشرف. مهندس محمد أشرف معانا؟ أنت معانا يا باشمهندس خالد؟ في الأخوة الحضور في رابط التسجيل للحصول على الشهادة الحضور لهذا اليوم، يمكنكم استعمال الرابط وملء الاستمارة بارك الله فيكم. إذا كان في أي حد عند مهندس خالد عبد الكريم، إذا كان موجود من فضلك لو سمحت ممكن تتفضل بإدارة الحوار. يبدو أن عنده مشكلة في الصوت. أنا المهندس خالد، انا بس مش عارف، كان المفروض اتكلم برضو على شبكه المياه بشكل مختصر برضو زي ما اتكلمت على شبكه الصرف. تفضل تفضل باشمهندس، ممكن يعني تفضل، ما كملتش انت البرزنتيشن يعني. بالظبط بالظبط، انا بس لا اتكلمت لا على حضرة حضرة، انا اسف على المقاطعة. لا انا بس اتكلمت بشكل سريع كده على شبكه الصرف الصحي. وكنت المفروض ان شاء الله اتكلم دلوقتي على شبكه المياه برضو، هحاول اتكلم بشكل مختصر وسريع تمام بحيث تفضل تفضل الناس باشمهندس، استوعبت بس ايه الخطوط العريضة في الشبكات. وبعدها ان شاء الله سنتيح المجال للاخوه اللي عنده اي سؤال يتفضل بعد ما ينتهي المهندس بالضبط بالضبط، ان شاء الله ان شاء داعي الله من المحاضره ان شاء الله. ان شاء تفضل الله. باشمهندس رامي. هي الله يكرمك. دلوقتي هبتدي في ايه شرح برضو بسيط ما يخص شبكة المياه. شبكة المياه قريبة من شبكة الصرف الصحي. الفرق بينهم ان شبكة الصرف الصحي زي ما قلنا شغالة اندر جرافيتي، المياه اللي جوه المواسير شغاله تحت الجاذبيه الارضيه واعتمادا على الميول اللي احنا صممنا عليها شبكه الصرف الصحي. شبكه المياه لا، شبكه المياه شغاله اندر بريشر تحت الضغط. مش هنكون قوي مرتبطين بميول الارض قد ما نكون بنحافظ على الضغط اللي جوه شبكه المياه، لان زي ما احنا عارفين شبكه المياه دي الغرض منها توصيل المياه للبيوت. البيوت دي ممكن تكون فيلل، ممكن تكون عمارات سكنيه، ممكن تكون مناطق تجاريه، مناطق صناعيه، فاحنا بنحافظ على الضغط اللي جوه الميه بحيث اللي هو لما يدخل في الحنفيات او يطلع من الميه، مصدر الميه اللي بنستخدمه سواء في الفيلل او عمارات سكنيه او مناطق تجاريه، يبقى احنا بنوصل الميه بشكل بضغط مناسب يقدر الشخص يستعمله بسهوله. طبعا الكلام ده كله بيتصمم جوه البرنامج وبيدخل جوه البرنامج بعد مراعاه المعايير التصميم، نقدر نطلع منه ضغط مناسب جوه الميه. عشان كده الميه بتعتمد على البريشر والصرف بيعتمد على الجرافيكي على الجاذبيه. ببساطه شديده ده شكل شبكه الميه، بتتكون من بايبس ونودز او بتسمى جانكشن. المسميات دي اتعمدت ان انا احطها عشان تبقى برضو مش غريبه على ودن اي حد بيشوفها.
شبكه المياه مكوناتها اكتر شويه من شبكه الصرف الصحي. مش معنى كده انها صعبه، لا بالعكس، هي مجرد مكونات صغيره، في منها بيدخل جوه البرنامج وفي منها بيدخل بعد ما تخلص تصميم، ممكن تدخلها كده بايدك على الرسم اللي بتطلعه من التصميم، عشان بس الموضوع يبقى ايه، ما تصعبش الموضوع. ده عندك شكل شبكه المياه، عباره عن بايبس، عباره عن نودز او جنكشن، عباره عن فالفز محابس، عباره عن بمبات، وعباره عن ريسيفوار اللي هي مصدر الميه اللي بنشتغل عليه. وفيها برضو تانك، التانك ده ممكن يبقى فيه تانكات وممكن لا، التانك ده شكل التانك عالي او خزان عالي، والريسيفوار ده يقصد بيه الخزان الارضي او مصدر الميه اللي بتغذي الشبكه دي كلها. انت عندك اي، طبعا انت عندك شبكه ميه لازم يكون ليها مصدر، المصدر ده يا اما خزان ارضي يا اما ميه بلديه بيسموها، بيسموها في الخليج ميه بلديه، بيسموها هنا الميه اللي في مصر الميه اللي خارجه من شركه المياه، شركه الميه. ايا كان المصدر، لازم قبل ما تشتغل في شبكه الميه تسال عن المصدر اللي تشتغل عليه. انت واخد من ميه بلديه، واخد من خزان ارضي، ايه المصدر اللي تشتغل عليه، وتبتدي تحطه على الشبكه، عشان ده بيترسم جوه البرنامج ان ايه المصدر الميه اللي بتشتغل منه. بعد ما ترسم المصدر تبتدي ترسم شبكتك. شبكتك دي، الشبكه دي ماشيه في شوارع معينه، انت عندك شوارع بمرسومه عندك برنامج، بتمشي في الشوارع عادي، بترسم شبكتك عادي خالص، وتحط الجنكشن اللي عليها او النودز دي عشان تقدر تعبر بيها عن الضغوط اللي جوه الشبكه. انت عندك مثلا وليكن الجنكشن او النودز اللي جوه اللي انت شايفها دي بتخدم منطقه معينه حواليها، بتخدم منطقه بيوت، بتخدم منطقه صناعيه، لازم توفر عند كل جنكشن او نودز دي ضغط معين مناسب يناسب البيوت اللي حواليها، بحيث المايه تطلع من غير مشاكل. ساعات انت بتلاقي مثلا في عمارات سكنيه الادوار الاخيره مش واصلها مايه، ده بيبقى عيب في التصميم ان انت ما حققتش ضغط مناسب اللي عند النودز او الجنكشن اللي جنب العماره اللي فيها مشكله في المايه، لازم يكون فيها ضغط مناسب المايه تقدر تطلع بيه لاخر دور من غير ما يحتاج لخزان او الى ذلك يعني. يعني كان في مره صممنا البرج اللي هو شبكه المايه اللي حوالين برج الخليفه، في البرج قصدي اللي في جده، وكان البرج ده كبير جدا وضخم، فكانت مشكلته ان احنا ازاي هنوصل المايه للادوار الاخيره بالشكل المناسب للشبكه دي. فطبعا كان بيتعملها تصميم خاص وخزانات عاليه وبمبات بشكل برضه خاص للموضوع ده بالذات يعني. فانا انت كل اللي بتفكر فيه ان ازاي توصل المايه للفيلا ايا كانت او العماره السكنيه او الشكل التجاري من غير مشاكل بس. فالشبكه بتاعتك بتتكون من مصدر ميه، جانكشن وبايبس، بمبات، البمب ده او المضخه دي اللي انت بتستخدمها عشان تحافظ على الضغط المناسب اللي بتوصله جوه الشبكه. دايما بتحتاج مضخه عشان تضخ الميه بشكل معين للشبكه اللي انت بتصنع. ده كده يعني وصف عام للشبكه اللي انت بتعملها. والفالفز دي او المحابس دي في منها الاغراض الصيانه، في منها الاغراض ان انت بتقلل من الضغوط جوه الشبكه في حته معينه وتعليها في حته معينه وتحطها في اماكن معينه. كل ده هنعرفه ان شاء الله في نهايه التصميم باذن الله، ازاي بتوزع المحابس، ازاي بتحط فين الجنكشن بتاعتك، ازاي تقدر تحط المضخه، والمضخه دي بتحط القيم بتاعها قد ايه عشان تقدر توفر الضغوط بشكل مناسب على الجنكشن او النودز اللي احنا بنقول عليها دي. الخزان العالي ده مكانه فين؟ ايه المكان المناسب؟ بالمناسبه الخزان العالي ده دايما بتحطه في اعلى منطقه في المدينه، خلاص ما فيهاش قولا واحدا، مش اكتر من انك لما تيجي تحط شبكه وفيها خزان عالي تحافظ دايما ان انت بتحطها في اعلى منطقه في المدينه عشان يبتدي المايه تنزل اندر جرافيتي، يعني عشان تستغنى ان انت تعمل بمبات جوه الشبكه. لما تعمل خزان بشكل عالي دايما، لما تيجي تشوف الخزان اللي بالشكل ده في اي مدينه او محافظه، هيبقوا هتلاقيه حريصين ان يحطوه في مكان عالي في المدينه عشان تبقى المايه عاليه وتبتدي تنزل على بقيه الشبكه من غير اي مشاكل. ده شكل توضيحي برضو للشبكه اللي انت بتاخد اللي انت بتشتغل عليها. عندك هنا المأخذ او مصدر المايه اللي بتشتغل عليه بالعربي، محطة رفع بترفع المية من منسوب واطي لمنسوب عالي، محطة تنقية عشان المية تبقى صالحة للشرب، محطة تنقية دي بتروح منها الخزان الأرضي،
الخزان الارض دي بيكون بعديها رفع عشان ترفع الميه من الخزان الارضي، بقت ميه منقاه بعد ما خرجت محطه التنقيه دي عن طريق خطوط نقله. ده الترتيب اللي في اي حته موجود في اي شبكه ميه. خطوط النقله دي شكل كده محطه تقويه الضغط. لو الضغط واطي او مش هيوصل للخزان اللي موجود ده او للشبكه دي، بنحط ايه ضخ تاني او محطه ضخ تاني، لان عرفنا ان محطه الضخ دي دورها ان هي ترفع الميه او ترفع منسوب الميه وتزود الفلو جوه الخطوط، اللي هو التدفق الميه. الفلو معناه تدفق الميه جوه الخطوط، وده برضو خطوط خط نقل تاني. خط النقل ده بيوصل للخزان العالي. ده شكل شبكه كده شامل، مش بيتكرر كتير انك تلاقي خزانين في شبكه نفس الشبكه. هو بيقول لك ان هو عايز يوصل الميه للخزان العالي، والخزان العالي ده بيتوزع منه للشبكه بتاعتك. وفي خزان تاني في اخر الشبكه برضه، هو عايز اكيد بيوصله بخط نقل تاني كده لوحده من فوق بالشكل اللي انا برسم بيه كده، الخزان العالي ده، ويبتدي يوزع منه الميه برضه لنفس الشبكه. فممكن يكون الخزان العالي ده بيخدم نص الشبكه، والخزان ده بيخدم نص الشبكه الثانيه، او الخزانين بيخدموا الشبكتين بس بالتناوب مع بعض. طبعا دي حالات من التصميم ان شاء الله تعرض لها مع كتر الشبكات اللي انت بتصمم. انت لما تيجي بتصمم زي ما قلت لك، في الجنكشن اللي احنا قلنا عليها اللي هي دي، في البايبس اللي احنا قلنا عليها اللي هي دي اللي هي بين الجنكشن، دي عناصر التصميم بتاعت الايه شبكه الميه. في الاليفيتد تانك اللي هو الخزان العالي اللي احنا قلنا عليه اللي هو ده. ده شكل توضيحي كده بيقول لك ان الخزان العالي لازم بعد ما تخلص تصميم في شكل جرافيك بيطلع من البرنامج اللي هو الشكل ده كده، بيقول لك لما التعبير ده عباره عن ايه، ان الخزان بيتملى ويرجع يفرغ تاني ميه، ويرجع يتملى ويرجع يتفرغ تاني مره ميه. لو بص للشكل ده، شكل اس، شكل اس ده شكل مثالي لملء وتفريغ اي خزان في شبكه ميه. ده مجرد شيك بسيط بتعمله بعد ما تخلص تصميم، وده مجرد توضيح ليك. والبرزنتيشن ده بيشمل كل حاجه ممكن تخالف التصميم. ان شاء الله بعد ما تصمم الشبكه من الاول للاخر تلاقي الكلام ده كله بيتكرر قدامك بشكل دوري، بحيث هتلاقي نفسك حافظه. انت بعد ما تخلص اي تصميم لازم تعمل تشيك على الخزان بتاعك انه بيملى ويفضى خلال ساعات النهار. دي كده نسبه الامتلاء اللي هي كالكوليتر برسنتج فول في جوه الخزان. خزان بيملى لغايه ما يوصل تقريبا 98% ويرجع يقل. المفروض ان هو ما يطلعش لو 100% الخزان كده، الميه هتطلع من الخزان. لا، يبقى انا كده صممت صح، ان ان الخزان ما بيملاش للاخر، بيوصل لمرحله معينه ويرجع يفضى تاني، وبرده ما بيفضاش للاخر، بيوصل لايه لقيمه هنا تقريبا 35% ويرجع يملى تاني. ده شكل مثالي لاي خزان بتصممه جوه البرنامج. مكونات الشبكه الثانيه، البايبس، الجنكشن، الريزرفوار، تانكس. الفرق بين الريزرفوار والتانكس ان التانك ده اللي هو الخزانات العاليه اللي احنا قلنا عليها اللي وضحناها من شويه، ده خزان عالي، وده ريزرفوار خزان ارضي اللي هو مصدر الميه. مصدر ده مصدر خارجي للميه، وده مصدر بيتحط دايما يا في منتصف الشبكه او جوه الشبكه او جنب الشبكه، اللي هو الخزان العالي ما يقصد بيه اللي هو التانكس، عشان بس اللفظ ده مهم. تانكس يقصد بيه الايه الخزان العالي. الريزرفوار اللي هو الخزان الارضي زي ده بيبقى منسوبه دايما مع منسوب الارض، عشان كده بيسموه خزان ارضي. ريزرفوار منسوبه او منسوب المايه اللي فيه غالبا بيكون مع خزان الايه، مع ايه، مع منسوب الارض اللي انت بتصمم جنبها الشبكه، يكون اعلى نص متر او متر بالكتير جدا. انما ده الخزان العالي او التانكس يبقى عالي جدا، بيوصل ل 15 و20 و25 و30 متر فوق سطح الارض، اللي هو الجزء المايه بتاعته، عشان كده بيسموه خزان عالي. البامبس اللي احنا قلنا عليها اللي هي المضخات اللي احنا بنحافظ بيها على كميه الضغط جوه الجنكشن، اللي احنا زي ما قلنا جدا البامبس دي بنحتاجها دايما. ده مثلا ده خزان ارضي والميه بتاعته في منسوب واطي، قلنا منسوب الارض، عشان تعلي منسوب الميه جوه الشبكه بتاعتك او الجنكشن بتحتاج لمضخه اللي هي البامبس دي. البامبس دي بتصممها بطريقه معينه، بتدخل ليها ارقام برنامج عشان تحقق بيها الضغط المناسب جوه الشبكات. الكلام ده كلام عام، لازم تسمعه وتعرفه. ان شاء الله في مرحله لاحقه برضه صعب تصمم الشبكه تلاقي الكلام ده كله على ودانك، مش غريب. ده شرح برضه كده على السريع للمحابس
او الفالفز اللي انت بتستخدمها في شبكه الميه. انت عندك هنا المحابس العاديه اللي هي محابس قفل اللي هي بتحطها لاغراض الصيانه اللي هي بيسموها جيت فالفز. بتحطها لاغراض الصيانه، انت عايز مثلا الشبكه بتاعتك وليكن عايز تصين الجزء ده، الشبكات الفالفز دي بتتعمل دايما في اماكن مختلفه، بتوزعها على الشبكه اللي احنا شغالين عليها. فانت لما تقفل هنا محبس وفي هنا محبس انا عايز تقفله، تقفل هنا وتقفل هنا بحيث تقفل على الجزء ده وتقدر تعمل فيه صيانه زي ما انت عايز، فده لغرض الصيانه. الكلام ده ايه بيوضح ان هو بيقول لك ان الاقطار اللي هي اقل من 300 بتحط لها جيت فالفز عاديه، الاقطار اللي هي اكبر من 300 بيتحط لها ما يسمى الباترفلاي فالفز او محابس فراشه، محابس لها شكل تاني وتركيب تاني ميكانيكي، بيبقى واضح في التفاصيل او الرسومات اللي بترفق بالتصميم اللي انت بتخرجه. ده بس مجرد توضيح بتعرفه، ومش عايز حد فيكم يستثقل المعلومات اللي بياخدها دي، لان دي كل حاجات يعني كل البرزنتيشن ده تقريبا فيه كل حاجه، تقريبا فيه كل حاجه ان شاء الله تاخدوه بصوا عليه. بس طبعا ده هتستوعبوه كويس جدا بعد ما تصمم الشبكه من الاول للاخر. دي انواع المحابس اللي بتشتغل بيها، الريليف فالف اللي هي محبس بتحطه لو حسيت ان الضغط عالي في منطقه شبكه معينه، عالي هنا مثلا وعايز تقلله، مثلا هنا في منطقه سكنيه وليكن فلل، الفلل اخرها دور او دورين او دورين وملحق بالكتير، فانت مش عايز تخلي الضغط هنا عالي عشان لما الشخص اللي بيفتح الميه والحنفيه جوه الفيلا ما يحس ان الحنفيه هتطلع من الحيط او من الجدار، لازم يحافظ على شكل ضغط معين هنا، فبيحط محبس تخفيض ضغط اللي احنا بنقول عليه هنا ايه؟ الريليف فالف، محبس تخفيض ضغط يحافظ على شكل الضغط معين عند دي في المكان اللي انت عايزه، بس لما تحس ان الضغط فيه عالي. الوش فالف ده بيتحط عشان تغسل بيه الخطوط، بيتحط دايما على خطوط النقله، تغسل بيه الخطوط تحط في اماكن واطيه من الخطوط. ده النون ريتيرن فالف، بتحط المحبس ده دايما دايما وابدا، النون ريتيرن فالف ده بيتحط عند الـ بعد المضخات، معناه انه بيحافظ ان الميه تخرج منه وما ترجعش تاني، لان لو الميه رجعت تاني بتبوظ البامب ده. فنون ريتيرن فالف ده دوره ان الميه تخرج منه تروح الشبكه بس ما ترجعش تاني عشان ما تعملش ايه؟ خراب في المضخه اللي احنا شايفينها. فلو كنترول فالف ده بينظم الميه قبل وبعد الفالف او المحبس. بريشر ريدوس فالف ده برضه بيقلل من الضغط اللي موجود اللي احنا عايزينه حسب الضغط اللي احنا عايزينه. بريشر بريكر فالف ده بيقلل من الفواقد اللي موجوده، انت عندك فواقد المفروض تكون ملتزم بيها جوه الشبكات ما تزيدش عنها وما تقلش عنها، فده دوره ان بيحقق الفواقد دي، بتقدر تعمل الفواقد دي بتحافظ عليها بشكل معين لما تحط الفالفز دي. زي ما قلنا في معادلات مشهوره قوي في الصرف الصحي اللي احنا قلنا عليها، في معادله مشهوره برضه ودي اللي بيشتغل بيها البرنامج الميه بكل بساطه. المعادله دي عباره عن كيو بتساوي ايه في الفي، كيو العباره بتعبر عن الفلو اللي جوه اللي ماشي في المواسير، الاي اللي هي مساحه مقطع الماسوره اريا كروس سكشن فور بايبس، مساحه مقطع الماسوره 300 مللي او 400 مللي ايا كان قطر الماسوره، الفيلوسيتي اللي هي السرعه جوه الماسوره. انت لما بتيجي تشتغل في البرنامج طبعا المعادله دي موجوده جوه في البرنامج، هو ازاي بيحسبها وازاي بيشتغل بيها؟ انت بتفرض للبرنامج القطر المعين، فبالتالي هو بيحسب الاريا لوحده، في كده جوه البرنامج معدات بيحسب منها الاريا لوحده. هو ساعه ما تحط له الاريا جوه البرنامج خلاص، هو بيحط فرض للفيلوسيتي للسرعه وبيحسب لك الوتر فلو. انت في الاخر خالص بتشوف السرعه دي مناسبه ولا لا، على اساسها بتتغير في الكيو. يعني انت كل ما عليك في البرنامج ان انت بتدخل قطر جوه البرنامج، جوه البرنامج بيحسب بقى الفيلوسيتي وبيحسب الفلو وبيحسب كل حاجه. انا بس ببسط لك الموضوع، ولازم تعرف ايه المعادله اللي شغال بيها البرنامج. البرنامج شغال بمعادله ثانيه عشان يحسب منها الفواقد اللي جوه المواسير. انت عندك المواسير لما تكون ماشيه زي ما قلت لك كده حسب القطر، انت القطر مثلا كان 300 او 250 وبقى فجاه 110 او 160، دايما خلينا نعرف ان اقطار المواسير المايه المينيمم بتاعها اصغر من مواسير الصرف الصحي.
مواسير الصرف الصحي غالبا بتبتدي ب 200 300 400 وانت طالع. الميه لا، 160 مللي، 225 مللي، 110 مللي وهكذا. ففي فواقد نتيجه تغيير القطر الماسوره ونتيجه تغيير اتجاه الماسوره، وبيعتمد على ان الماسوره دي قديمه ولا جديده. فالفواقد دي بيحسبها البرنامج عن طريق المعادله دي. برضو انت ما مع انت كل اللي بتدخله الديامتر في المعادله دي، وبتدخل حاجه تانية اسمها كوفيشنت هازن، اللي هي المعامل اللي بيعتمد على الماسوره. فانت كل المعادله دي مش بتدخل منها غير جوه غير الديامتر، وبتدخل الكوفيشنت ده. ده ليه قيمه ثابته، وده لا، وده طبعا الديامتر ده انت بتفرضه في الاول، وبعد كده البرنامج بيحسب بقى وبيقول لك ايه القطر المناسب وده مش مناسب ولا لا. بقيه الحاجات دي وبيحسبها البرنامج لوحده. دي كده الستاندر او الحاجات اللي احنا بنقول عليها اللي انت المفروض بتصمم على اساسها، وخلاصه التصميم اللي انت بتقدر تشتغل بيه. انت عندك التصميم او الضغوط اللي انت بتصمم عليها بتتراوح من 1.5 بار ل 100 بار. عشان اللفظ ده يتكرر على ودانك كتير، البار بيتعبر عنه ب 10 متر، كل بار ب 10 متر. يعني لما يقول لك الضغط هنا 1 بار، معنى كده ان هو بيتكلم في 10 متر عمود ميه. بيقصد بيه ان لو قلنا مثلا ببساطه كده البار ده عند النقطه دي الضغط عندها وليكن 2 بار، معناه ان في عمود ميه بطول 20 متر عند النقطه دي. يعني لو انت عندك مبنى اخر دور فيه عند المتر ال 20 هيوصل له ميه. ليه؟ لان هو عنده هنا ضغط 2 بار، يعني 20 متر. ده ببساطة شديدة. نيجي تاني للديزاين كارتيريا. البار هنا بقى من 1.5، زي البار ما يقدر 10 متر، بيوصل ل 100 بار، يعني 100 متر. طبعا 100 متر دي في الابراج العاليه، انا بس بقول لك الحدود بتاعتك بتشتغل منين لفين. السرعات بتاعتك شبيهه جدا بالسرعات اللي بتشتغل بيها في الصرف الصحي، اذا كان الصرف الصحي المينيمم فيلوسيتي 0.6، لا هنا ممكن 0.5، بيوصل ل 2.5 في الشبكات. المينيمم بتاعه 0.5، بيوصل ل 3 متر في الفورس مين او الخطوط النقله، اللي هي زي ما قلنا لو جينا هنا للرسمه الاولانيه خالص، خطوط النقله دي اللي هي بين الخزانات الارضيه وبين الشبكه، اللي الخطوط دي. كده الكل سامعني؟ ما يا جماعه الكل سامعني ولا ايه؟ في مشكله في صوت يا باشمهندس خالد؟ حد يرد عليا يا جماعه، حد سامعني كده؟ عموما انت عندك ال سامعني يا باشمهندس رامي؟ انت سامعني؟ انا سامعك يا باشمهندس خالد. مفيش مشكله في الصوت يا فندم، مفيش مشكله في الصوت. طيب تمام، بقيت الناس سامعاني يعني. تمام. انت عندك دلوقتي الستاندرد دي، كل الستاندرد بتشتغل بيها في التصميم. قلنا الضغوط بتتراوح من 1.5 ل 100 بار، السرعات من نص ل 3، الباب ديامتر من 100 مللي ل 1000 ل 2400 مللي متر. الفواقد او الهيد لوسز اللي جوه المواسير المفروض انها بتتراوح من 2 ل 6 متر لكل كيلو متر، او من 2 ل 15 متر كل كيلو متر في المناطق الجبليه. عشان بس تكون عارفين ليه الموضوع زاد من 6 ل 15، دي في المناطق الجبليه، دي في المناطق العاديه مسطحه. انت بتحسب الكيو اللي انت ده، في شيء من الحساب بتحسبه قبل ما تدخل البرنامج، اللي هو بتحسب لي الكيو بتاعته. الكيو دي عباره عن معدل استهلاكات الفرد في عدد الافراد اللي انت حسبتها للمخطط محل الدراسه. باختصار انت عندك الفاير هيدرانت او كميه الحريق اللي بتستخدمها، دي بتضيفها على الكيو افريج اللي انت حسبتها فوق، وتطلع بيها كيو توتال بتدخلها جوه البرنامج.
المعدات اللي احنا شايفينها دي، الكيو ماكسيم اورلي او الديلي، دي معادلات تصميم. انت طبعا هتاخد الحاجات بالتفصيل بعد كده ان شاء الله ازاي تحسبها. هي بس هنا مجرد ان انت اي شبكه عاديه زي اللي شفناها بتصمم على المقياس الاكبر، على القيمه الاكبر من، بتصمم على القيمه الاكبر من الكيو ماكسيمم ديلي زائد الحريق اللي حسبته او الكيو ماكسيمم اورلي، القيمه الاكبر فيهم دي بتصمم عليها. ده مجرد توضيح للحاجات اللي انت بتشتغلها قبل ما تصمم في البرنامج. ده زي ما قلنا ان انت بتصمم على الكيو ماكسيمم ديلي زائد الفاير او الاورلي، اللي احنا المعدلين اللي احنا اشتغلناهم من شويه. كيو ماكسيمم اورلي اللي هي 2.5 في كيو افريج، والكيو افريج اللي هي بتساوي معدل استهلاك الفرد في عدد الافراد لايه، للمنطقه اللي انت بتصممها. الحاجات دي ان شاء الله تتاخد بالتفصيل لما نيجي تصمم شركه بعينها او لوحدها. لو قلنا بتحط المعدل، تشتغل المعدل دي وتحط القيمه دي جوه البرنامج. ده شكل برنامج الووتر كات، نفس قريب جدا من شكل السيور كات. ده التولز اللي بتشتغل بيها، ودي شركه من الشركات اللي اتصممت. دي الحاجات اللي موجوده تحت التولز اللي بنشتغل بيها هنا في شبكه الميه بره، مجرد توضيح كده. ازاي بتشتغل على البرنامج؟ ازاي بتفتح البرنامج؟ لو جينا فتحنا مع بعض البرنامج برضه زي ما فتحنا بالسيور كاد، عايز افتح الاوتر كاد عشان تبقى انت شايفه معايا. ده شكل الويندوز بتاع شبكة المية. لو فتحنا شبكة مية كده انت عايز تبص عليها او شكلها ايه؟ طبعا الشبكة اللي هتتفتح دي خلصانة ومتصممة وكل حاجة، يعني ان شاء الله نصمم زيها بالتفصيل. طيب لغايه هو ما يفتح البرنامج بتاعنا السلايدز بتاعتنا. ده شكل الجنكشن، وبيقول لك ان الجنكشن دي كل جنكشن ليها كوردينيت، لها اكس وواي تشتغلها. وده الخزان الارضي اللي احنا قلنا بناخد منه مصدر الميه. ده شكل توضيح بسيط كده. ده شكل الديماند او اللي انت احنا قلنا من شويه ان انت بتحسب الكيو حسب المعادله اللي احنا قلنا عليها من شويه اللي هي دي، الكالكوليت شارج ديزاين، اللي هي الكيو ماكسيمم بتاخد الاكبر من كيو ماكسيمم ديلي زائد الفاير او الاورلي. وقلنا الكيو ماكسيمم ديلي او الفاير دي بتستخدمها، بتحسبها من هنا كيو ماكسيمم ديلي اللي هي 1.5، الرقم رقم ثابت، وتضرب في كيو افريج، والكيو افريج ده اللي هو عدد السكان، قصدي معدل استهلاك الفرد في عدد السكان اللي انت حسبته. عدد السكان ده برضه بتحسبه بنفس الطريقه اللي حسبناها لشركه الصرف الصحي. يعني هي مجرد خطوات، تبتدي بدي وبعدين بتكمل بالكيو ماكسيمم ديلي وبعدين بالكيو ماكسيمم اورلي، وتشوف الكبير فيهم مين وتصمم على اساسه، والرقم اللي هيطلع هنا بتدخله في البرنامج في السلايز اللي هو كان موضح تحت ده، بتدخله هنا كده السلايز ده. كل ده طبعا ان شاء الله هيتشرح بالتفصيل. انت عندك ده البرنامج، ودي الشبكه، شبكه من الشبكات بتاعتنا. الحسبه اللي حسبناها من شويه بتدخلها من هنا ديماند كنترول، تفتح هنا بيفتح لك كل الجنكشن اللي عندك، كل دي كلها الجنكشن اللي موجوده، اللي هي موجوده هنا في البرنامج ده. كل دي جنكشن. لو جينا نكبرها شويه عشان تبص عليها، الشبكه شبكه الميه دلوقتي في هنا جنكشن بس مش باينه، خلينا نغير اللون
بتاع الباك جراوند بتاع البرنامج عشان تبان الجانكشن بتاعتنا اللي احنا بنسميها جانكشن كده. عندك ايه دي جانكشن باينه دي، هو دلوقتي عدى كل الجانكشن اللي عداها دي وجابها من الخانه دي عشان تقدر تحط الكيو اللي انت حسبتها وتقسمهم على الجانكشن اللي موجوده بس. وفي نفس الوقت الجانكشن اللي عندك دي في زي ما عملت الصرف في الميه، كل البروبرتيز الخاصه مش ده جنك بالجنكشن دي، بعد مجرد ما ضغطت كليك اتنين مرتين هنا ظهر البروبرتيز هنا، كل اللي بتدخله هنا ايه؟ الاليفيشن بتاع الجنكشن. كل ده انت حاجات ما بتحطش ايدك فيها، هتلاقي حتى هنا كده كل ده من اول هنا ريزلتس كلها نتائج هو البرنامج بيحسبها. كل ده انت مش بتدخل فيه حاجه غير الاليفيشن، انت مش محتاج تدخل الحاجات دي دلوقتي خالص. اشهر الشبكات مش بتدخل فيها غير الاليفيشن ده لكل الايه الجنكشن، والبرنامج بيحلل الباقي خلاص. زي ما قلنا هنا الديماند دي اللي احنا فتحناها بالبرنامج اللي من هنا تولز ديماند كنترول، بيطلع لك الخانه دي اللي هي نفس الخانه دي، حتى هي نفس الخانه اللي انا واخد منها سكرين شوت هنا دي. دي توضيحه بسيطه برضو ان انت بعد ما تصمم بترقم الشبكات بتاعتك بطريقه معينه تسميهم، يعني بتقف عليهم كده ببساطة. أي شبكة عايز تطلع البروبرتس بتاعتها تضغط عليها مرتين، هنا ضغطت مرتين تطلع البروبرتس بتاعت الجنكشن الفلانية جي 185، ده البايبس بتضغط عليها مرتين برضو طلع لك البروبرتس بتاعتها. عايز تسميها تسميها من فوق بي 1 بي 2 تبتدي تسمي إيه، أو ما تسميهاش دي مش في المية، مش ضروري أول أنت تسمي المية يعني. ده شكل البايبس بتاعتك بعد ما تخلصها، بيطلع بالشكل الفلاني بالشكل ده بالبرنامج. توضيح تاني برضو او تالت بتقول لك فيه ان انت عايز تحط الكوردينيت بتاع، لو عندك بامبس هنا جوه البرنامج برضو البامب ما هي الا بتدخل فيها الهيد بتاعها، الهيد قد ايه والفلو قد ايه. يعني بمعنى انت لو عندك بامبس هنا، خلينا نشوف الشبكه دي فيها بامبس ولا لا. الشبكه دي استغنى انه يعمل بامبس انه على منسوب هنا. المهم لو عندنا بامبس بتدخلها من هنا الكومبوننتس بامبس ديفينيشن، وبتعرف اي مضخه عندك بحاجتين، بالفلو بتاعها والهيد بتاعها. الهيد ده اللي هو قدره رفع المضخه، انت عايز ترفع عايز المضخه دي ترفع لغايه مثلا 30 متر دخلها 30 متر، عايز المضخه دي ترفع لغايه 55 متر دخلها 55 متر، عايز الفلو اللي جوه المضخه واللي يطلع جوه المواسير 98 لتر على الثانيه تدخلها له. طبعا انت بتدخل قيم المضخه دي بتغير فيها لغايه ما تظبط الضغوط عند الجنكشن اللي موجوده هنا دي. وغالبا المضخه دايما بتحط في الاول هنا كده، يعني هو لو محتاج مضخه في الشبكه دي هيشيلها كده ويحطها هنا كده. ويحطها منين؟ ببساطه شديده من هنا في رسمه هنا البامبز هنا بيشيلها كده، يضغط عليها ضغطه ويحطها على البرنامج، اصبح في عنده مضخه في الشبكه ببساطه شديده. هي دي المضخه، هي لو انا ماسكها كده ورايح جاي بيها عايز ادخل معلوماتها اضغط عليها كليك يمين وابتدي ادخل معلوماتها من هنا، احط هنا الايه الفلو بتاعها والهيد بتاعها زي ما قلنا. الحاجات دي كلها معلومات، انا بقول كل بحاول اسرد كل المسميات او كل الحاجه في المحاضره دي عشان بس تبقى انت ايه جت سمعتها الاستيعاب، وان انت تقدر تحفظها وتشتغل بيها ان شاء الله هيجي معاك بعد كده كل ما تعمل شبكه واثنين وكده. ده رسم توضيحي للايه للكيو والاتش اللي احنا قلنا عليهم من شويه الخاص بالمضخات. برضه الريزرفوار ما فيش غير انك بتدخل برضه الليفلز بتاع الخزان الارضي، يعني هنا في الشبكه بتاعتنا في هنا شكل حاولت هنا رسم توضيحي للريزرفوار او الخزان الارضي اللي هو مصدر الميه للشبكه بتاعتنا دي كلها. الشبكه بتاعتنا اللي دي كلها مصدر، فدخلنا المصدر وحطينا ايه؟ حطينا زي ما قلنا تضغط عليه ضغطه مرتين يظهر البروبرتيز بتاعته على اليمين، هتدخل المنسوب بتاعه بس فقط لا غير. سيبك برضه من كل ده ما يشغلكش، انت بتدخل بس المنسوب بتاعه المناسب اللي يحافظ على الضغوط على الجنكشن دي في شبكه الميه، واللي تقدر بيها يوصل لاخر نقطه في الشبكه الضغط بشكل مناسب. طبعا ده هنعرفه ان شاء الله بعدين.
ده برضو شرح من شوية، ما ممكن انت تستغنى عنه، مش هيفيدك في حاجة كتير يعني. وده الاليفيتد تانك او الخزان العالي برضو، ده اللي بتظهر، اللي انت بتظهر له الاليفيتد تانك ده، بقى فيه كذا منسوب زي ما انت شايف كده، بتدخله المنسوب اللي تحت خالص اللي هو هنا، بتدخله منسوب بعديها بشوية، او البيز اليفيشن اللي هو في الشكل الفلاني ده، البيز اليفيشن ده عندك هنا منسوب بتدخله، عندك المينيمم ليفلز بتدخله هنا كده. وعلى فكرة المينيمم ليفلز ده لازم يكون داخل برقم معين، بحيث ان الخزان ما يقلش عن المينيمم، لان انت عندك دايما اي مدينه لا قدر الله معرضه للحريق، لازم تحافظ على كميه ميه مينيمم في الخزان العالي ده، بحيث يكون في دايما في ميه لاغراض الحريق. ربنا يحفظنا يا رب. المهم ان يكون عندك مينيمم ليفل بالرقم ده، انت تطلب من العميل او الكلاينت تقول له انا عايز رقم معين ما يقلش عنه، هو بيديهولك فبتحطه انت، ما بتتعبش فيه في انك تدور عليه او حاجه زي كده، بتحطه هنا وترجع تحط بقيه المناسيب بتاعتك. المناسيب دي بتحطها لغايه ما الخزان يبقى مليان بطريقه معينه، او يدي لك حجم تقدر تشتغل بيه. برضو ده ان شاء الله هنعرفه بالتفصيل. اللي قلناه بقى في شبكه الصرف الصحي ما يخص الباترن، او ما يخص اللي انت بتصمم طريقه تصميم على الستيت ستيت او الباترن، اللي انت بتصمم في حاله واحده اللي هي الورست كيس، في حاله ان الميه في اقصى استهلاك ميه عندك الساعه 12 الظهر، وده الغالبيه العظمى بتصمم عليه، او ان انت تصمم على مدار 24 ساعه، والبرنامج يبين لك ان انت بتصمم ازاي على 24 ساعه. هنقدر بقى ان ايه نلم المواضيع دي بعد كده ان شاء الله. دي مجرد برضه ازاي ان انت بتخرج بالبرنامج وتطلع فيه، وتطلع تعمل مخرج ليه. ده شكل الشبكة على بعضها كده بعد المخرجات. انت عندك هنا مصدر مية، مضخة، شبكات، خزان عالي. ده شكل الشبكة بعد ما تخرجها. ده بيقول لك ان الشبكة ده بس مجرد شرح، ان البرنامج بيشتغل بحاجة اسمها هارد كروس ونودل، اللي البرنامج بيشتغل تحتيها ما يلزمناش قوي، بس مجرد مسمى لازم تعرفه يجي على ودانك. برضو انت بعد ما تخلص الشبكه لازم بتحافظ على البريشر او الضغوط على الشبكه بشكل معين، عشان ما تزيدش او تنقص زي ما قلنا قبل كده. ده شكل الشبكه، وده شكل المخرجات او الجداول اللي بتخرجها من البرنامج اللي هو ده. هنا برضو في هنا شكل مخرجات من الريبورتز، نفس اللي قلناه في الصرف الصحي، ريبورتز لاي حاجه انت عايزها تضغط عليها يطلع لك كل حاجه تخص البايبس او الجنكشن او الهيدرات اللي هي حنفيات الحريق او ما الى ذلك. وكده شكرا ليكم، نكون كده خلصت تقريبا شرح كده بأقل حاجة نقدر نختصرها شبكة المية والصرف الصحي. شكرا باشمهندس رامي. باشمهندس عبد الرحمن ممكن نفتح المجال للأسئلة؟ نعم بكل سرور باشمهندس، مشكور جدا باشمهندس رامي على المحاضرة القيمة، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا باشمهندس، الله يبارك فيك، إن شاء الله تكون استفدت. في حد عنده أسئلة للباشمهندس رامي يا شباب؟ باشمهندس رامي في سؤال بيقول هل ممكن استخدام ال 7 3D بديل لبرنامج السيور كات، وايه الفرق بينهم؟ برنامج ال 7 3D تقدر تستخدم ال 7 3D للووتر كاد والسيور كاد. برنامج ال 7 3D ميزته ان انت ممكن تقدر تعمل الشبكتين مع بعض وتضمهم على بعض، بحيث ان انت لما يكون في منطقه معينه عايز تصمم فيها شبكه صرف صحي وشبكة مية بالإضافة لشبكة مطر، تقدر ببرنامج سيفل 3D تصمم الثلاث شبكات مع بعض وتعمل مخرج، بحيث إن أنت تراعي التقاطعات بين الشبكات الثلاثة من غير أي مشاكل. سؤال تاني، بالنسبة لشبكات الصرف الصحي كيف يتم الصيانة؟ عشان في طرق كتير لشبكات الصرف الصحي للصيانة، وكل بلد أو كل دولة وقدرتها على الصيانة. في الطرق الحديثة ما يسمى الصيانة
الشبكات التلفزيونيه، بينزل شبكه تلفزيونيه كده عامله زي الليزر كده بيستخدموه جوه جسم الانسان، بينزلوا كاميرات تلفزيونيه جوه المواسير تكشف عن المناطق المسدوده، ومعاها خراطيم ضخ قويه جدا تقدر تضخ بيها المايه جوه الشبكات عشان لو في شبكه مسدوده او حاجه. وكل ما كانت الدوله او الشك او الكلاينت اللي بيقدر يعمل عنده قدره على الصيانه بامكانيات عاليه، كل ما بيقدر يطول الشبكات. عشان كده في شبكات تلاقي فيها اقطار المواسير الصغيره بتوصل ل 100 متر، واقطار مواسير في بعض الدول ما بيزيدش عن 30 متر. اللي بيزيدش عن 30 متر دي بيكون غالبا ما بيعندوش طرق صيانه قويه، فما بيقدرش يعمل اطوال مواسير عاليه، فبيصين عن طريق المنهولات او المطابق اللي موجوده بين الايه بين المواسير، يفتح المواسير ويصممها بشكل بدائي قوي يعني، او ان هو يعملها مواسير طويله جدا ويصمم بشكل ايه اللي قلنا عليه بالشكل التلفزيوني او البطاقات اللي بتشتغل جوه المواسير. ايه الفرق بين الوش فالف والاير فالف؟ الوش فالف والاير فالف دي ان شاء الله تاخدوها بتتحط على الخطوط النقله وفي الاقطار الكبيره فوق 300 مللي في خطوط الميه. الوش فالف تستخدمها عشان تغسل بيها المواسير اللي موجوده في خطوط النقله او في الشبكات الميه اللي بيزيد اقطارها عن 300 مللي. الاير فالف دي تحط في الاماكن العاليه او في الكسرات في المواسير العاليه برضو في الخطوط النقله او جوه الشبكات اللي فيها اقطار اكتر من 300 مللي، عشان تبقى في تخرج الهواء المضغوط جوه المواسير، بحيث ان الهواء ده ما يسببش ضغط جوه المواسير على الفاضي. انت في عندك جوه هواء جوه المواسير لازم يطلع، بيطلع عن طريق الال فارفز اللي انت اتكلم عليه. كيف يؤثر وجود مياه تحتوي على ثاني اكسيد الكربون على شبكه مياه مصنوعه من خرسانه سابقه للجهاد؟ ويا ريت مصدر يرجع له. لا، موضوع ثاني اكسيد الكربون ده دي حاجات كيميائيه، دي ما يعني مش هتعرض ليها كتير في الشغل، ولا حتى لحد واحد اتعرض ليها قبل كده. يعني لو اللي يجاوبك على كده مهندس كيمياء او حاجه زي كده. لا، لازم استخدام الفالف دايما بعد المضخه. لازم تستخدم على الاقل نون ريتيرن فالف، اللي هو محبس عدم رجوع على الاقل، عشان الميه اللي تطلع ما ترجعش تاني في المضخه، بحيث انها ممكن تعمل تبوظ المضخه او حاجه زي كده. فلازم المضخه ممكن محاضره لشبكات المياه والصرف بالسيفل 3 دي. بالسيفل 3 دي لا، لان كل التصميم اللي اشتغلنا بيه اشتغلنا بالسيور كاد او سيور جيمس. السيفر 3 ده عايز دراسة تانية خالص، وعايز محاضرات تانية بشكل تاني خالص. أنصحك يا باشمهندس صاحب السؤال، المهندس هشام فوزي عامل كورس كامل تصميم شبكات المياه والصرف على اليوتيوب، ممكن ترجع له. سيفل 3 دي الفرق بين الووتر جيمس والووتر كاد، ان الووتر كاد بيشتغل ببعض المعادلات ببعض الاكواد العالميه بطريقه معينه يطلع بيها نتائج، والووتر جيمس بيشتغل بمعادلات تانية. الفرق بينهم معادلات داخليه فيزيائيه مش اكتر. طريقه ايه حل، اتفضل كمل. طريقه حل مش اكتر بيشتغل بيها الووتر كاد والووتر جيمس. في شركات بنية تحتية في مصر ممكن حديث تخرج يبدأ يشتغل فيها ويدور على شغل فيها، ممكن تفيدنا في حاجة زي كده هندسة؟ والله أنا حديث العهد يمكن بمصر شوية، بس على قد ما اللي كان الشركات اللي كانت بتيجي تناقش من مصر وأنا بره، كانت أغلب الشركات الاستشارية المشهورة. في شركات كبيرة مشهورة في مصر زي دار الهندسة وخطيب وعلمي ومكتب الدكتور عبد الوارث واي سي جي، دي كلها مكاتب استشاريه كبيره ممكن تشتغل فيها على طول طبعا حديث التخرج، لان هم بيحتاجوا حديث تخرج عشان تكون موديلنج بمعنى ان انت تقدر تستخدم البرنامج بس، يعني مش لازم تكون مصمم الدرجه الاولى او مهندس هيدروليك تلم كل المعلومات، لا ممكن تكون مجرد في الاول موديلنج، يعني انت مستخدم للبرنامج، واثناء وجودك في الشركات دي بتتعلم بقى ازاي تكون مهندس هيدروليك شامل. بل في الهواء، هل يتم وضعه في أماكن الضغط العالي في الخط؟ وهل كل الخطوط قابلة لتركيب البلف أم على حسب طول الخط؟ بل في الهواء هو اسمه أولاً اير فولف أو محبس هواء، يعني لو جينا للمسمى الصحيحي ليه، لا لازم تحط أي خط نائل لازم يتحط عليه محابس هواء، وبتتحط في الأماكن العالية، بمعنى إن أنت لو عندك
خط ماشي بالشكل الفلاني كده لو حد شايف الشاشة، وبعدين نزل كسر، عند الكسرة اللي محطوطة دي لازم تحط محبس الهواء أو بلف الهواء اللي أنت بتتكلم عليه، لازم يتحط في على فرق الأقل. بين في فرق بين الووتر كاد والووتر جيمس؟ أنا قلت لحضرتك قبل كده إن الفرق بين الاتنين المعادلات اللي بيشتغل بيها البرنامج من جوه، لا في ده مش واحد سؤالي يا باشمهندس، انا بنقل لك الاسئله، اسئله الناس، اه انا عارف، الباشمهندس المعتزه بالله. ما انا جاوبت عليه قبل كده، انا قريته وشفته وسالته قبل كده، الفرق بينهم المعادلات الداخليه اللي بيشتغل بيها البرنامج، الووتر جيمس والووتر كاد، ما هو الا مجرد معادلات داخليه بيشتغل بيها والنتائج واحده. ممكن شرح التصميم البنية التحتية باستخدام سيفل 3 دي من طرفكم؟ هنحاول يا باشمهندس إن شاء الله. نصيحتك يا باشمهندس لحديث تخرج بالمجال. ابتدي في مجال واحد الاول، عايز تشتغل اشتغل في الميه، الميه يمكن اكتر شغل الميه وفيها شويه مدخلات كتير شويه، لو اشتغلت ميه هتشتغل ميه صرف صحي بسهوله، حاول تشتغل في مجال الميه الاول. كيفية إدراج المناسيب من الطبيعة للبرنامج؟ كيفيه ايه؟ إدراج المناسيب من الطبيعة للبرنامج. ما انا زي ما قلت لحضرتك، انت البرنامج مثلا انا لسه فاتحه، لو حبيت تدخل اي منسوب لاي جانكشن اللي احنا بنسميها جانكشن، تضغط عليها مرتين هيظهر لك هنا البروبرتي بتاع الجانكشن، هتلاقي مكتوب في الجنب اليفيشن، الاليفيشن ده اللي هو المنسوب، المنسوب ده بيبقى عندك انت شكل مسبق طلبته من الكلاينت اللي انت شغال معاه، بيديك المناسيب دي، المناسيب دي مش انت اللي بتدخلها، انت بتطلبها من الجهه، يعني انت لو اشتغلت في شركه بنيه تحتيه بتقول له انا عايز مناسيب للارض الفلانيه، فانت بتطابق المناسيب دي على الارض دي وتعرف ان في هنا منسوب معين، بتجيب المنسوب دي من الرسمه اللي بيديها لك، تفتح كده هتلاقي في حاجه اسمها اليفيشن، تدخل المنسوب اللي موجود عندك ببساطه. كل سؤال جنكشن خارج المحاضرة، المحاضرة بتستهدف طلبة الهندسة البيئية ولا عندكم في مصر بس مهندسين مدني؟ لا لا لا، مهندسين مدني ومهندسين ميكانيكا الاثنين بيشتغلوا في نفس المجال. مدني وميكانيكا. في طريقة لتقييم شبكة قائمة لرفع كفاءتها واستبدالها؟ اه طبعا، بس مش بالبرنامج ده، دي بقى حاجات بتخص الكلاينت، انت بتطلع على الشبكه القائمه وبتعمل منها زي بتشوف كده ايه اللي في شركات بتاخد شغل اللي هي تحسب منها الفواقد في الشبكه القائمه، يعني بتشوف الفواقد في الميه دي قد ايه وقد ايه كميه الميه اللي احنا بنخسرها او الهادره جوه الشبكه، وعلى اساسها بيتم استبدال الشركه بالكامل او استبدال اجزاء منها. بس الهواء اللي بيبقى في المواسير مصدره ايه؟ هو اللي في المواسير هو جاي في اي حته، اللي انت عندك المواسير والجنكشن مش حاجه مصمطه، فالهواء بيجي من بره، انت مش بتشتغل في شيء مصمت، فمصدر الهواء ممكن يكون من اي حته، من المحابس اللي موجوده، من الجنكشن اللي موجوده، الوصلات بين المواسير مش محبوكه قوي فبتدخل هواء وهكذا. أقل سرعة وميل بشبكات الصرف وكذلك شبكات المية. هتلاقي موجودة في البرزنتيشن اللي كنا بنتكلم فيه ان اقل سرعة في الصرف الصحي 0.6، دي حسب كل الاكواد العالمية، واكبر سرعة من 2.5 ل 3، المية نفس الكلام من 0.2 واكبر سرعة 2، وبتوصل 2.5 عند الوصلات او المواسير القصيرة. هل أنا كمهندس مدني مسؤول عن المحابس والقطع الخاصة؟ المسؤولية بتبقى مشتركة بين مهندس الميكانيكا ومهندس المدني، ولو إنها في مهندس، لو أنت تشتغل في موقع بتبقى خاصة أكتر بمهندس الميكانيكا، لأن دي حاجات ميكانيكية أغلبها، بس لازم أنت كمهندس مدني على الأقل تبقى عارف إن مكانها الصح وتشيك على كده، عامل فيه تشيك على مكانها الصح. في مجال البنية التحتية في تطبيقات، معلش السؤال مش واضح، تطبيقات الجي اي اس في مجال البنية التحتية. في برامج للجي اي اس، ارك زي الارك جي اي اس، في برنامج صغير بيعوض عنه اسمه اكسبيرت جي اي اس، البرامج دي من دورها انها بتوضح لك الشبكات القايمه مع الشبكات المقترحه مع الشبكات المستقبليه في منطقه واحده، يقدر يقول لك بشكل يومي فين الشبكات اللي تم تنفيذها وفين الخط اللي تم تنفيذه وهكذا، ده دور الجي اي اس، بس دي حاجه تانيه خالص يعني خارج موضوعنا يعني. هنكتفي بالأسئلة كده يا باشمهندس، جزاكم الله خيرا.
فكرة. شباب اللي عنده أي أسئلة تانية ممكن يحطها لنا في كومنت على صفحة مهندس خالد عبد الكريم على الفيسبوك، وإن شاء الله نرفعها للمهندس رامي ونجاوب عليها بإذن الله. إن شاء الله. شكرا يا باشمهندس رامي، شكرا يا باشمهندس عبد الرحمن. يا باشا انت مشيت من سألنا عليا يا باشا، معانا اسئله ما جاوب عليها يعني. اللي هي اتفضل زي ايه؟ يعني الاخ وصل لعند السؤال حقنا وراح منه، يعني ايش القصه يعني فيها؟ عندما ايه هي وصلت يا للسؤال باشمهندس؟ حق عندما وصلت للسؤال حقي رحت منه يعني. قول يا باشمهندس. لا اتفضل 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 قول سؤالك. انا بس عارف اريد اسال اعرف منك السبب ليش يعني. قول السؤال يا باشمهندس. باشمهندس احنا بنسال من سبه تصريفه كمهندس تصميم، يعني عايز تصمم شبكه صرف صحي لحي لسه الطريق ما تنفذش فيه، تمام؟ ايوه وفي معاك ديزاين، تصميم ديزاين لطريق، هل تصمم الشبكه على التصميم الديزاين للطرق اللي على الارض الطبيعي، وايهما احسن؟ لا مش ايهما احسن، ايوه مش ولا حتى برضه تقيمها يا باشمهندس انك ايهما افضل. الصح انك تصمم على منسوب الطريق، يعني لو منسوب التصميم لسه مصموم الطريق ما تصممش. الافضل تنتظر لغايه ما مصموم التصميم النهائي للطريق يخلص وبعدين تبتدي تصميم، لان انت لو صممت على منسوب الارض الطبيعيه ورجع تاني في شكل تاني للتصميم الطريق هيبقى التصميم مش هيبقى مطابق، او يبقى يعني بالاغلب الظن غلط. لازم تستنى لغاية منسوب الطريق ما يتصمم للآخر وبعدين تبتدي تصمم. تمام، بس عندما يصمم الطريق ويبدأ ينفذ الطريق بتوقع عملية حفر وردم وتكلفة إضافية، أم يأخذ السطح التصميمي ويصمم عليه كتصميم بياني بس؟ هتكون النتائج غير دقيقة بالمرة، سواء صرف صحي أو ميه، وخصوصا الصرف. أنت ممكن يعني تعمل يأخذ السطح التصميمي من مصممين الطرق ويصمم أيوه عليه. بالظبط، دي أصح طريقة لبداية التصميم. ايوه قبل ان يرفع عرض طبيعي او شيء، يعني يعتمد كل تصميمه على تصميم الطرق. الطرق ملوش علاقة بالأرض الطبيعية، أنت بتصمم على منسوب الطريق النهائي، الفاينل ديزاين فور رودز، ده اللي معروف في أي حتة. تمام يا باشمهندس، وهل نقدر ان احنا نشبك شبكة الصرف الصحي مع تصريف السيول والامطار؟ ممكن ان انت تصمم، بس وانت بتصمم هتبقى عامل حسابك ان شبكه الصرف الصحي دي بتتحمل، وانا اتكلمت كده في المحاضره في اول ما صرحت للصرف الصحي. ايوه انا سمعتك، بس انه في هنا يستخدموا الجار بي اس هذا الكبير يعني، وفي انت يستخدموا الخرساني، الخرساني بيكون سعته كبيره يعني. بتستخدم شبكه الصرف الصحي في الاول بتسال اذا كنت انت هتستوعب الشبكه دي، هتستوعب بطل ولا لا. يبقى ايوه بتعمل في حساب تصميماتك ان انت تحمل تصرفات المطر اللي موجوده بطريقه حساب معينه على تصرفات الصرف الصحي، وتدخلها بتصرف واحد على الشبكه، بحيث ان الشبكه تقدر تصمم باقطار كبيره تستوعب الميه بتاعت الشبكتين مع بعض، الصرف الصحي والامطار. وفي بعض الاماكن بتطلب عمل شبكه صرف صحي منفصله عن شبكه تصريف مياه الامطار. ايوه شكرا يا باشا، تمام، جزاك الله خير يا باشمهندس والف شكر لك. الله يبارك فيك، جزاك الله مصر. رابط تسجيل الحضور يا شباب في الشات، بعته اكثر من مره عشان الشهادات. اي حد عنده اسئله تاني يتفضل، مشكورا ان يبعت لنا السؤال على صفحه مهندس خالد عبد الكريم، ان شاء الله نرفعه للمهندس رامي. شكرا للمهندس عبد الرحمن، شكرا لبيم ريبيا، المهندس عمر سليم، شكرا لكل الناس اللي تعاونت معانا في المحاضره دي، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا يا باشمهندس رامي، ونورتنا وشرفتنا. الله يكرمك يا باشمهندس، تسلم. شكرا باشمهندس رامي، شكرا باشمهندس خالد ومهندس محمد، جزاك الله كل خير. العفو يا باشمهندسين، شكرا جميع الاخوه الحضور، الله يبارك فيكم على حضوركم وعلى اهتمامكم بالموضوع، بارك الله فيكم. الله يبارك فيك، ان شاء الله تكونوا استفدتوا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. باشمهندس محمد، نترك مجال أو نقفل السيشن. مهندس خالد، أيوه تفضل. الله يبارك فيك، الله يزيد فضلك. هل أسيب 5 دقائق عشان الأخوة اللي ما سجلوش الحضور، وإلا يا ريت لو تكرمت يا باشمهندس. أنا حنسيب هيك دقائق معدودة عشان الجماعة ياخذوا اللينك ويعبوا الاستمارة. يا ريت الله جزاك يبارك الله خير، بارك الله فيك، شكرا باشمهندس، تفضل تفضل.